نادي الزمالك أول نادي مصري في كأس العالم للأندية. مبروك لنادي الزمالك، نادي الزمالك كأس أفريقيا لأول مرة كأس الزمالك. خير حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم ويوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم زملكاوي. وكعادتنا دائما تحيه خاصه لجماهير نادي الزمالك. خليني اقول لحضراتكم ان شاء الله في الجزء الثاني ضيفي هيكون مين اللي هينورني النهارده. هيكون ضيفي نجم نادي الزمالك السابق طبعا، واحد اولاد نادي الزمالك السابق، وكمان احد ابناء عمالقه نادي الزمالك في كره الطايره طبعا، كابتن مصر كابتن عزمي مجاهد. النهارده كابتن امير عزمي مجاهد هو ضيفي النهارده. فرصه نتكلم بقى عن حاجات كتيره جدا في الفنيات طبعا. مفيش صوت يعلو فوق مباراه نهضه بركان العوده، مباراه العوده في استاد القاهره من الحد اللي جاي. مباراه مليانه بالفنيات فيها تفاصيل كتير. النهارده ممكن نتكلم مع امير. امير طبعا دلوقتي يمكن بقى له فتره في المجال التدريبي، وقبل كده خد البطوله دي مع نادي الزمالك 2019 لما كان مستر جروس موجود على راس الجهاز الفني، وكان امير مدرب مساعد معاه. ففرصه نتكلم مع امير عن تفاصيل كتير، هو عاش الاجواء دي قبل كده. ممكن نتكلم عن فنيات، نتكلم عن ظروف، نتكلم عن طبعا كان يمكن مباراه برضو قبل كده كانت قدام نهضه بركان، فامير يمكن معايشهم قبل كده وعارف تفاصيل كتيره جدا عنهم. فهتلاقي الاطار العام في حاجات مشابهه من ظروف المباراه، وكمان مباراه برضو العوده كانت في يعني في القاهره، لكن تانية كانت في استاد برج العرب، لكن برضو مباراه تانيه او مباراه العوده كانت في مصر. ففرصه النهارده اتكلم بالتفاصيل كتير جدا مع امير عزمي مجاهد. زي ما بنتكلم مفيش صوت يعلو فوق صوت مباراه نهضه بركان. 90 دقيقه مهمين جدا جدا في تاريخ الجيل الحالي، وفي اعتقادي كمان يعني شديده الاهميه وبالنسبه لجماهير نادي الزمالك. احنا السنه دي موسم صعب، موسم بداناه بظروف مش سهله، ظروف يمكن قاسيه بشكل كبير على اي فريق لو تعرض ليها كان ممكن تبقى اموره اصعب واصعب، لكن الزمالك دايما بقوته وبجماهيره وبنجوميته وبتاريخه وبحضره وبلعبته بيبقى دايما اداؤه مختلف. فكره الوصول للنهائي فكره جيده، لكن دايما جمهور الزمالك متعطش للبطوله، متشوقين لكلمه بطوله. بالنسبه لنا دي بتبقى يعني في غايه الاهميه، عشان كده يمكن المباراه دي ليها ابعاد كتيره جدا جدا تخلينا ننقذ الموسم، تخلينا تدينا دفعه قويه للامام. يمكن كمان احنا من خلال يمكن السوشيال ميديا عندنا ومن خلال قناه نادي الزمالك ومن خلال يمكن السوشيال ميديا بشكل عام، من كتر الاهتمام ومن كتر التركيز الشديد ومن كتر كمان محتاجين دعم جماهير نادي الزمالك ككل، يمكن في كمان تمويه عام طبعا على الصفحه الرسميه لقناه
نادي الزمالك بان احنا محتاجين دعم من كل جماهير نادي الزمالك، فكمان تبقى فرصه جيده ان احنا نتواصل مع حضراتكم صوت وصوره، وان يكون فرصه جيده كمان ان جماهير نادي الزمالك العظيمه تبعت 20 ثانيه فيديو تقدر تشوف نفسك على قناه نادي الزمالك من خلال الايميل. طبعا ده يمكن الايميل معروض على الشاشه قدام حضراتكم، يقول لحضراتكم بالظبط الايميل اللي تبعتوا عليه فيديو، عايز تتكلم، عايز تدعم فرقه الزمالك، عايز تتكلم كلام ايجابي للاعبين، فرصه جيده جدا ان حضرتك تظهر على قناه ناديك، وفرصه كويسه جدا في ظروف الماتش ده ان احنا كلنا ندعم فرقه الزمالك طبعا واللعيبه، وكلنا محتاجين نكون في ظهر نادي الزمالك واللاعبين في استاد القاهره يوم الاحد اللي جاي. فان شاء الله من خلال قناه نادي الزمالك هيكون في فيديو هيتعرض، تقدر حضرتك تبعت فيديو 20 ثانيه، الايميل كان قدام حضراتكم، وممكن كمان ننزله حضراتكم تاني كمان شويه، هتبقى فرصه جيده ان حضراتكم تبعت فيديو صوت وصوره تشوف نفسك من خلال شاشه قناه نادي الزمالك وبتدعم ناديك وفرقتك. زي ما قلت حضراتكم مباراه مهمه، المباراه الاهم هذا الموسم بالنسبه لنا، كل التركيز، كل الدعم الفني، كل التحضير النفسي والذهني. مفيش شك ان الحضور الجماهيري الحقيقه انا يمكن بيجي لي تليفونات كتيره جدا جدا يمكن اليومين اللي فاتوا عن قد ايه الناس هتحضر المباراه، واضح ان يمكن كم كبير جدا من الجماهير يعني هيبقى ورا الفريق في استاد القاهره ان شاء الله، وكميه الناس اللي بتدور على التذاكر، وكميه الناس اللي بتدور على الدعوات، والاهتمام الشديد بشكل كبير جدا جدا. وكمان الغريب ان مش بس جمهور الزمالك، الحقيقه انا شايف كمان جماهير انديه تانيه مهتمه انها تحضر اللقاء ده والمباراه دي. طبعا نادي الزمالك بيمثل مصر فيها، وبالنسبه لنا كزملكاويه تهمنا المباراه لاسباب كتير، اسباب معنويه، اسباب نفسيه، فكره نادي الزمالك البطل، فكره انقاذ الموسم ضروري جدا، فكره ان انت ترجع ثقتك تاني ما بين الجماهير وما بين اللعيبه، اللعيبه دي والجيل الحالي في اعتقادي في اشد الحاجه مع المدير الفني الحالي في اشد الحاجه ان هم يحرزوا بطوله علشان يقدروا يشتغلوا بقيه الموسم في يعني اجواء نقدر عليها فيها ثقه، فيها انسجام، فيها دفعه قويه. على فكره رغم كل اللي بيحصل في الدوري، الدوري تخيلوا لحد دلوقتي لسه في منافسه طويله ولسه ما انتهاش، ونادي الزمالك في اعتقادي ان لو يعني لو بقى على الارض ثابته كمان وبقى في ثقه كبيره جدا بدايه من مباراه الكونفدراليه ان شاء الله اللي جايه، نقدر نركز في الدوري كمان بشكل اهم واكبر، عشان احنا عارفين ان احنا يمكن كفرقه عندنا مش كل اللعيبه متأيده في افريقيا، فبالتالي انت غصب عنك بتحاول ان انت تفصل ما بين الدوري وما بين افريقيا، لكن بعد كده هيبقى التركيز في حاجه واحده. لكن عموما ناخد بس مباراه مباراه، مفيش دلوقتي اهم من مباراه الكونفدراليه والنهائي والظروف الخاصه اللي ممكن تمر بيها المباراه دي. المباراه دي بتبقى فيها تفاصيل صغيره، سيناريوهات وتفاصيل دقيقه جدا جدا، من الذكاء ان الواحد يعني يحضر لها بشكل مميز، مش الشغل الفني بس هو اللي بيفصل في اللقاء ده. يمكن لو كلمت مع حضراتكم عن الشغل الفني في مباراه الذهاب اللي انتهت 2-1 لفريق نهضه بركان، على فكره احنا ما خسرناش فنيا، انت خسرت علشان بدل المباراه بشويه في نوع من انواع الحذر الزياده او الرهبه الزياده، شفنا اخطاء فرديه ساذجه ملهاش لازمه، نتجت عنها ضرب جزاء، بعديها نتجت عنها ضربه ركنيه في نص ساعه، فبتتكلم على يعني فكره وقفه، فكره ان انا كفريق الزمالك حسيت شويه ممكن يكون ضغط الجماهير اتهزيت شويه، مش كل لعيبه عندها الخبرات الكبيره، ممكن ساعات الضغط العصبي بيأثر على الاداء الحركي او على التمركزات او على التركيز، ده اللي حصل في اول نص ساعه. يمكن بعديها تملكت شويه اعصابك وابتديت تتحكم في الاستحواذ، ولما اتشغلت كوره من رجل لرجل بقى ليك شكل وابتدى يبان مظهر الزمالك الحقيقي، وكمان لما بقيت شرس شويه في بدايه الشوط الثاني عرفت تجيب هدف، وعلى فكره ما كناش بعيد انك تجيب الهدف الثاني، لكن سيناريو المباراه والدخول في مباراه شويه كلاعبين بشكل متاخر ده ساعات بيكلفك اهداف، وبالتالي بيصعب السيناريوهات وصعب المباراه علينا. لكن الحمد لله ان يمكن قوه شخصيه نادي الزمالك وبرده بعض العناصر اللي عندها خبره كبيره زي مثلا سيف الدين الجزيري وزي زيزو وعرفوا يمكن يصنعوا الفارق في كوره واحده ودخلك تاني بقوه في العوده للمباراه، وفرصك في ان شاء الله يكون ليك نتيجه ايجابيه باذن الله رب العالمين هناك انك تجيب هدف، وكمان يساعدك باذن الله في مباراه العوده في القاهره. الشوط الاول خلص هناك في المغرب وفي استاد نهضه بركان، الشوط الثاني في استاد القاهره باذن الله، وشوط مختلف تماما. فريق نهضه بركان عامل 1000 حساب و100 الف حساب كمان لنادي الزمالك، مدربه معين الشعباني زي ما قلت لحضراتكم عنده خبرات كبيره جدا، المدرب التونسي واشتغل مع الترجي قبل كده وحصل معاهم على بطوله طبعا الانديه ابطال الدوري الافريقي، فالراجل عنده خبرات افريقيه وعارف قيمه وحجم نادي الزمالك بشكل كبير، سواء بره ملعبه او كمان على ملعبه وسط جمهوره في استاد القاهره، وهو متشوق لبطوله والشراسه اللي ممكن يكون فيها نادي الزمالك مستعد لمباراه نهضه بركان.
المباراه اللي جايه تفاصيلها كتير زي ما قلت لحضراتكم. الفنيات طبعا جزء مهم فيها وكل حاجه، لكن صدقوني انك تقدر تدير سيناريو وانك تقدر تبدا المباراه وانك تقدر بالضغط الجماهيري. يمكن احنا قدامنا صور طبعا كتير لحضور جماهير النادي الزمالك، ودايما بيبقى حضور مختلف وحضور طاغي وحضور فارق. فالسيناريو ده نقدر نستفيد بيه ازاي؟ السيناريو ده نقدر ندخل الجيم من بدري ازاي؟ بالتشكيل الامثل، بانك تجهز لعبتك بشكل كويس. عندنا بعض طبعا النقص العددي زي مثلا عدم القيد الافريقي لعبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر. كمان عندنا مشكله في اصابات الحقيقه زي مصطفى شلبي، اللي ان شاء الله نتمنى يكون بيحاول يلحقه معاه الفتره دي وبيكثفوا العلاج بشكل او باخر. شيكابالا بعيد، زناري بعيد طبعا عشان الاصابه، فللاسف انت مرتبط بظروف ونقص عددي. وعلى فكره فريق نهضه البركان برده كان عنده 3 لعيبه مهمين مش موجودين المباراه اللي فاتت، بيحاولوا ان هم يلحقوا المباراه اللي جايه، لان طبعا مباراه مهمه جدا ومباراه فارقه. فكل واحد بيستعد بطريقته وكل واحد مركز ان دي بطوله مهمه، بتلعب فريق مش يعني مش سهل، فريق متمرس للبطوله دي تحديدا. في اخر 6 نسخ وصل 4 مرات نهائي، دي المره الرابعه في الست نسخ الاخيره انه يوصل للمباراه النهائيه. مره كسب يمكن بيراميدز، مره خسر في نهائي الكونفدراليه، مره كسب بيراميدز وخد البطوله، خسر قدامنا في 2019، وقبل كده كسب والمره دي كمان وصل للنهائي. فالفريق عنده شخصيه البطوله، وفريق الشمال افريقيا عامه المغربي او التونسي او الجزائري بيبقى عندهم شراسه مختلفه. المباراه مليئه بالتفاصيل كتير، مليئه بالاصرار. مطلوب من رجالتنا ان اي 11 راجل، شوف انا بكلمكم بقى بصرف النظر عن الفنيات ومين بيلعب فين ومين مركزه ايه وطريقه اللعب لمستر جوزيه جوميز ممكن يشتغل عليها، سواء 4-2-3-1 4-4-2 سمي زي ما تسمي، لكن في مباريات كده بتبقى محتاجه 11 راجل 11 كوماندوز عشان يحسموا اللقاء، ايا كان مين هيلعب فين ايا كان مين مركزه. التفاصيل بتفرق، الاصرار بيفرق، الرغبه وانك مصر انك تفرح جماهيرك وتسعد الجماهير اللي هتكون وراك. زي ما قلت لكم واضح ان كل الانتماءات راح استاد القاهره يوم الاحد اللي جاي. والله الواحد يعني مستغرب من كميه الاتصالات ومن كميه المحاولات، اللي بيحاول يجيب تذاكر واللي بيحاول يلحق واللي بيحاول يشوف دعاوي وبيحاول يشوف اي طريقه ان هو يكون موجود فيها في مباراه الاحد اللي جاي. دي هتدي مؤشر ان شاء الله باذن الله الاستاد هيكون فول مليان على اخره. طبعا اهتمام كبير جدا جدا، اتمنى ان شاء الله نكون لعبتنا عند حسن ظن جماهيرهم ويحسوا بالمسؤوليه ويكونوا يقدروا يكونوا هاديين نسبيا. طبعا مباراه النهائي دايما بتبقى فيها تفاصيل، بيبقى فيها شد عصبي شويه، بيبقى فيها حاجات ضغط الجماهير، فكره ان انت حذر جدا على البطوله، فكره ان انت مستعجل انك تجيب هدف طبعا مبكرا، لان هدف مبكرا ده ممكن يخليك الحقيقه يمكن المباراه تتغير بشكل كبير جدا جدا، تبدا تحط ضغوط بقى على الفريق اللي قدامك ويفتح خطوطه شويه. فلو فتح خطوطه انت تقدر تستغل ده واحده واحده، لان ربنا كرم لو عرفنا نجيب هدف بدري ممكن الامور باذن الله تتسهل وتاخد المباراه بقى في سيناريو يعني يريحك. فعشان كده البدايه مهمه جدا، الحضور الجماهيري مهم جدا، كيفيه استغلال الفرص مهمه جدا، الثبات الانفعالي من اول دقيقه مهم جدا جدا جدا، التركيز الشديد مهم جدا جدا، لكن تركيز بدون عصبيه، تركيز بدون تسرع، لان ساعات بنفقد بسبب التسرع وقت مش قليل في المباراه. خلينا كمان عشان نتكلم عن مباراه النهائي طبعا القادمه، معايا الحقيقه احد نجوم نادي الزمالك طبعا والحاصلين على بطولات كتير مع نادي الزمالك، ويمكن زميل عزيز ليا، ويمكن تشرفنا ان احنا لعبنا كتير مع بعض، كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك السابق كابتن وائل قباني. مساء الخير يا كابتن وائل، عليك. مساء الفل يا كابتن ابو العيله. حبيبي اقول عامل ايه، وحشني والله. ربنا يخليك انت اكتر حبيبي. ايه الاخبار عندك، تمام؟ طمني عنك. كله تمام الحمد لله زي الفل. واقول الماتش ده طبعا يمكن ظروفه يعني مش سهله، وماتش دايما الفرق المغربيه بتبقى ماتشات قويه لان ليها ابعاد ثانيه غير الملعب، بيبقى دايما فيها نديه قويه وفيها شراسه وفيها اصرار بشكل كبير وفيها كمان ذكاء، ذكاء ملعب كده زي ما بيقولوا. شايف ماتش العوده ازاي؟ ولو قيمتني او نقدر نشوف كمان فريق نهضه البركان، انت شفته اكيد المباراه الاولى، شايف نقدر نستفيد من اللقاء ده ان احنا اتعلمنا ايه، شفنا ايه يفيدنا في المباراه اللي جايه؟ اول حاجه لازم نستفاد من الاخطاء اللي حصلت في المباراه الاولانيه، بالذات في اول 10 دقائق. احنا شفنا نادي الزمالك في اول 10 دقائق ما كانش فيه تركيز، كان فيه خبطه كبيره، وده كان باين. يمكن اول دقيقه كان في فرصه على نادي الزمالك، كان في ارتباك بالذات في قلب بتاع نادي الزمالك. الهدف اللي جه في نادي الزمالك كان في عدم تركيز كبير جدا. يمكن نادي الزمالك دخل المباراه بعد 25 دقيقه، حتى لو دخل فيه هدف في الدقيقه 32، لكن هو دخل المباراه فعليا في الدقيقه 25. لازم نستفاد من الكرات الثابته اللي علينا، لان احنا يمكن ناس كتيرة قوي مش انا بس ولا انت ابو العيله قلنا ان
فرقة نهضة بركان بتلعب على الثوابت، فرقة نهضة بركان بتلعب على الأطراف، بتعمل تحول من الدفاع للهجوم بشراسة بسرعة جدا. يمكن ده نادي الزمالك الشوط الأولاني ما قدرش يدركه كويس قوي في الشوط الأولاني، ودي كانت مشكلة. لكن الحمد لله إن الزمالك عاد في بداية الشوط الثاني قبل ما يكون نهضة بركان نازله بنفس التركيز. خد بالك لو تلاحظ ان نادي بركان الشوط الثاني ما نزلتش بنفس التركيز ولا نزلت بنفس الشراسه، فانت قدرت تستغل الخطا ان هم ما كانوش مركزين، وانت كمان نتيجه 2-0 كانت صعبه عليك، فكنت عايز تجيب هدف على الاقل عشان تكون النتيجه افضل شويه، والحمد لله قدرت ان انت في بدايه الشوط الثاني تجيب هدف، وده كان شيء كويس. الشوط الثاني يمكن الزمالك كان افضل كتير، بس ورغم ذلك برضه ابو العيله عندنا مشكله في النواحي الدفاعيه. لازم في تركيز في النواحي الدفاعيه. تحولات تحديدا، تحول من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه. النقطه المهمه اللي انا متخوف منها في المباراه اللي هنا، الناس كلها يمكن مستسهله المباراه، انا بقول لك المباراه هتبقى صعبه. صح. لان فرق المغرب بتبقى فرق صعبه جدا وشرسه في النواحي الدفاعيه وبتعرف تقف بشكل كويس. في الكرات الثابته حتى اللي عليهم بيتعاملوا معاهم بشكل كويس. فانت النهارده في ناس مستسهله بتقول لك ايه؟ 1-0 الزمالك، ان شاء الله باذن الله الزمالك قادر ان هو ياخد البطوله، لكن بتركيز شديد جدا. اولا لازم تعرف ان انت وانت بتهاجم يبقى لازم تركز في الحاجات المرتده بشكل كبير، لان هم عندهم سرعات وهم بيلعبوا اصلا على الحته دي. على الحته دي، صح يا وائل. يعني حتى وهم في المغرب لعبوا على الحته دي. يعني انا افكرك بكره في المباراه، يمكن الناس بس ايه عشان يبقى في تركيز، في كره ركنيه لنادي الزمالك وتردت لفتوح لعبها بدماغه اتقطعت، كان في اربعه رايحين ولولا فتوح لحق نفسه، يعني فتوح هو اللي قطعها من ال 30 يارده بتوع نهضه بركان، وهو الحمد لله اللي لحقها، كانت هتبقى انفراد. يعني ده معناه ان ما كانش في حد مامن غير فتوح، وده هتبقى مشكله كبيره. فانت النهارده عشان انت محتاج هدف واحد، انت قلت كلام كويس قوي ابو العيله، التركيز، عدم التسرع. في فرق بين سرعه بناء الهجمه وفي فرق بين التسرع، لان التسرع ممكن يضيع لك حاجات كتير جدا، مش هتبقى مركز. انت محتاج هدف واحد، فلازم تبقى مركز كويس قوي. مش عايز اقول يا ابو العيله، انت ممكن تعمل ضغط على فرقه نهضه بركان بس بدون ما تستعجل، لان الاستعجال ممكن يولد اخطاء. انت ممكن تكون عايز تروح على الجون بدري وبسرعه، فده يخلي في اخطاء في الباص، فده يعمل لك مشاكل كبيره جدا. فانت قلت حاجه، لازم يبقى في تركيز، لازم يكون في التزام، لازم يكون في ضغط على الخصم بشراسه، لازم يكون التحضير في تركيز كويس قوي، لان انت عارف دلوقتي نادي الزمالك بيشتغل على حته تحضير، بينقل الكره من تحت، وده حصل في الماتش اللي هناك. وانا شخصيا يعني في مباراه ليها حاجات معينه، انت لما تيجي تحضر مش لازم تحضر في 20 يارده الاخرى، مش لازم ان انت تنقل 7-8 نقلات وانت بتلعب بره وانت محتاج حاجه معينه. فدي برده كانت من ضمن الاخطاء، لان كان في ميس باص برده في التحضير. وكان كمان نهضه بركان هي اريا نادي الزمالك بشكل كويس، كان بيضغط التلت بتاع نادي الزمالك الاخير. فدي كانت عامله مشكله، لان كان في اخطاء زي ما قلت لك هناك. يعني في الماتش اللي فات كان ممكن نسال الامور اكتر من كده، لان نهضه بركان من النوعيه اللي هي ما بتحضرش من تحت حتى وهي بتلعب على ملعبها. كانت بتلعب الكرات الطويله، كان سهل جدا ان انت تعمل بلوك دفاع وتقف كويس. ده اعتقد انه ده ما حصلش. كان في مشكله يمكن جوميز ما عرفش يقراها. ناحيه فتوح وناحيه حسام عبد المجيد كان في مشاكل. بسبب ان هو لاعب سامسونج في الحته دي، وسامسونج ما لعبش في المكان ده لانه ما كانش مساعد فتوح بنسبه كبيره، فكان في مشكله. فكان لازم يميل دونجا او يميل حد من نص الملعب او يعمل حاجه اسمها بلوك دفاعي، يبقى اللعيبه قريبه من بعضها عشان يقدر يغطي الحته دي. دي اللي عملت مشاكل. اعتقد هو لو اشتغل زي ما بيشتغل في المباريات اللي قبل كده، يعني احنا تعودنا ان نادي الزمالك بيعمل زي تكتلات في مكان الكوره وزي تكتلات في الحته الدفاعيه اللي فيها الكوره، والتحولات كان بيعملها بشكل كويس. اتمنى ان هو يركز في الحته دي المباراة الجاية إن شاء الله. كابتن وائل، يمكن أنت قلت حقيقة حاجة مهمة جدا، على فكرة إن أنت مفيش تسرع، فكرة إن أنت خلي بالك فريق نهضة بركان عنده تحولات من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، وده يخليني فعلا أفكر في إن الأولوية أكيد نجيب هدف، لكن في أولوية تاني أهم، إنك ما تستقبلش هدف. يمكن إحنا اللي خلى لينا أمل بشكل كبير واللي صعب المأمورية بنسبة كبيرة أو خلى فيه ضغوط على فريق نهضة بركان، أنت عرفت تجيب هدف بره ملعبك، فهنا أولوية بشكل كبير
ان عدم استقبال اهداف، لان دي هتدخلك في حسابات معقده وحسابات صعبه. فزي ما انت بتحاول تجيب هدف، لكن لازم برضو ناخد بالنا ان الاهم في المراحل الاولانيه قبل ما تجيب هدف لازم بقدر الامكان تبقى محافظ على دفاعك، محافظ على الصفر. طول ما انت محافظ على الصفر لاخر دقيقه باذن الله تقدر تتاهل. اكيد اكيد، لان انت القلق كله ان انت كانت النتيجه تخرج 2-0، لان انت 2-0 مطالب ان انت تجيب هدفين، وكمان ايه تلعب ضربات جزاء، انت النهارده مطالب انك تجيب هدف. فما تصعبش الامور زي ما انت قلت كده يا كابتن ابو العيله ان يدخل فيك هدف. وانا قلت ان الاستعجال او عدم الوقفه الصحيحه وانت بتهاجم فدي ممكن تعمل مشكله، لان هو هيجي يلعب على الحته دي. بالظبط. نمره 2، لازم ما تعملش فاولات في ال 30 يارده الاخيره بتاعت نادي الزمالك، لان هو برضه هيشتغل على الحته دي، فانت ما تديلوش الفرصه. لان لو تركز حتى بالعيله الهدف الثاني جه ازاي؟ هي كره ميته جدا ناحيه فتوح وفتوح عمل فاول. هو كان ممكن يستنى عليه شويه وما يتعصبش او ما يندفعش عليه عشان ما يعملش الفاول، لان خد بالك كمان فرقه نادي البركان كانت بتلعب على الحته دي وبتلعب على ضربات الجزاء، ده كان باين من قبل ضربه الجزاء الاولانيه. اللعيبه كانت بتروح داخل ال 18 وعايزه تقع وعايزه تعمل كثافه عدديه وان هو يقع عشان ياخد ضربه جزاء، وهو قدر يحققها بعد 8 دقائق. فانت النهارده بتدي له الفرصه، لكن انت النهارده هو مش هيهاجمك بكثافه عدديه كبيره، هو هيطلع لك الناس في الكرات الثابته. طب ما تديلوش بقى مساحه، لان مش هيبقى في عدد زياده عليك في النواحي الهجوميه الا في المرتدات، ودي احنا قلنا لو انت بتشتغل في مكان الكوره اذا لازم يا اما تقطع الكوره في مكانها يا اما لازم تعطل اللعب فاول. حاجتين هيسهلوا الامور. نمره 3، لو وصل في ال 30 يارده الاخيره بتاعتك ما تحاولش تعمل فاولات، يعني كوره ميته الراجل بينه وبين الخط وعند الكورنر فانت اديته فاول فبقى خطا. الناحيه الثانيه لو حصل ان في كرات ثابته لازم تقف كويس في الكرات الثابته. لازم يبقى الاطوال مع الاطوال في الكرات الثابته، يعني احنا شفنا مثلا الراجل يعني واحد طويل مثلا ممكن يكون واحد يعني في لغه الكوره وانت عارف واحد قصير مثلا، فده ما ينفعش. انت لازم تملى مساحه باطول ناس في المساحه الخطر عشان تعرف تخرج الكوره دي. فدي كانت عامله مشكله، لان كمان خد بالك يعني معلش برضو انت المفروض عواد كان طلع في الهدف الثاني. انت عارف ان عواد عنده مشكله في الكرات العاليه، مش عشان هو جون مش كويس، لا بالعكس عواد جون كويس قوي طبعا، هو عنده مشكلات في الكرات العاليه ان هو قصير القامه، فدي عامله له مشكله. فانت لازم يبقى في لعيبه عندها اطوال واقف في الحته دي بتعرف تلعب بدماغها، فلازم كان يشتغل على الحته دي بشكل كويس. وزي ما قلنا ان فرقه نهضة بركان هتبقى فرقه ذكيه جدا في النواحي الدفاعيه، ذكيه جدا. في واحد يقول لك التحضير كتير، التحضير بطيء، لمس الكوره، طب احنا عايزين نهاجم بكثافه، احنا فده ممكن يعمل صربعه واستعجال. احنا ما بنلعبش، مع احترامي ما بتلعبش اصنام، انت بتلعب فرقه وعامله تكتيك بشكل كويس. لا ومعاه مدير فني متمرس وكبير يا وائل، بعين الشعباني يمكن راجل يعني خبير في حته افريقيا دي بشكل مميز يعني. طبعا، فانت لازم تشتغل بحذر ولازم تفتح الملعب على الناس دي، ما تقفلش الملعب، ولازم تشتغل من على الاجناب، ولازم يبقى في شيفتات كتير، ولازم يبقى في سرعه في الحركه، ولازم تفضي نفسك بشكل كويس، لان انت لو ما عملتش كده فانت هيبقى كل النقل سلبي. احنا عايزين يبقى في تحضير، بس مش التحضير في ال 25 يارده بتوع نادي الزمالك، انا عايز يبقى من بعد كوس الدايره بتاع فرقه نهضة بركان ما يبقاش فيه استعجال، ولازم يبقى في حركه سريعه، لان خد بالك طول ما انت ما فيش حركه سريعه تبقى مشكله. طب ولازم النقل يبقى لمسه ولعبه، عارف انت عارف يا ابو العيله انت وانت جاي الكوره هي اللي تمشي يعني، ولمسه ولعبه وانت جاي بوشك مهما كان الخصم واقف فانت بتعرف تخترقه. بتعرف تخترقه، لكن لو انت النهارده اشتغلت ببطء من ناحيه الباص او الكره وقفت في رجلك كتير او واحد عايز يلعب لوحده منفرد هتبقى مشكله، لانك سهلت له الامور. طب صح. الحاجه الثانيه لو لعبت الكرات الطويله في العمق برضه هتبقى سهلت له الامور، انت لازم تفضي المساحات. طب وائل بره على الاطراف طبعا خلاص فهمت، يمكن طب تتكلم يمكن بشكل يعني ليه علاقه بتدوير الكوره وان نبقى عندنا حرص على الكوره وبخل على الكوره، لكن انا لو دخلت معاك فنيا بقى اكتر، هو يعني طبعا انت عارف ان عندنا مشكله فكره مصطفى شلبي يعني بنسبه كبيره مش هيلحق، شيكابالا مش موجود، الزناري طبعا برضو اصابه، اثنين مش موجودين زي عبد الله السعيد وناصر ماهر عشان مش متأيدين افريقيا، وسيف فاروق جعفر. لو كلمت وائل اباني على التشكيل الامثل اللي يلعب المباراه دي، خاصه كمان احنا عندنا نقص في حته الطرف
طرف الشمال هي مصطفى شلبي، الراجل يمكن لاعب سامسون المباراه اللي فاتت، او هو احمد حمدي كان يعني بيبدله في الحته بتاعت مصطفى شلبي. انت شايف هو ايه التشكيل الامثل اللي ممكن يشتغل، وايه اللاعب اللي ممكن يغطي مكان مصطفى شلبي او نحتاجه في المباراه دي؟ لان انا شايف المباراه دي محتاج اللاعب فيها من على الطرف بشكل كبير، لان احنا كتير لما ندخل في الزحمه وبنلعب كتير في العمق والزحمه بنضيع وقت على الفاضي وما بيبانلناش خطوره، لدرجه ان انت ممكن تريح الفريق اللي قدامك يسيب لك الاستحواذ فتره من الفترات حتى لو انت كويس في الاستحواذ، لكن ما بقاش فيه خطوره بشكل كبير على المرمى. فعشان ما نقعش في الاخطاء دي، من وجهه نظر وائل الاباني التشكيل الامثل لبدايه المباراه؟ انت ابو العيله ما عندكش خيارات كتير، يعني انت زي ما قلت مصطفى شلبي غايب، شيكابالا ممكن يكون غايب، كنت اتمنى ان مصطفى شلبي يبقى موجود لان كان هيبقى حل كبير جدا، خد بالك لان بسرعاته مصطفى شلبي عنده الفينت بيعمله بسرعه وسرعاته دي كانت مهمه جدا، فانت ما عندكش حلول كتير. لو بتكلمني انا هتلاعب برضه عمر جابر، وهتلاعب فتوح، هتلاعب حسام عبد المجيد مع تركيز حسام عبد المجيد شويه، المسلوسي، بتتكلم في شحاته، بتتكلم في دونجا، بتتكلم لو بتكلمني انا بقى عشان حاجه من الاثنين، يا تلاعب احمد حمدي طرف لان هو عنده برضه اعتقد احمد حمدي عنده سرعات برضه، وتحط اوباما وتلعب بزيزو وتلعب بالجزيري، يا اما ممكن يلعب نضاي، ما انت ما عندكش حلول كتير، لان برضه نضاي عنده ميزه ان هو بيطلع هو لل 18 بيلعب بدماغه، بيلعب على الجون، بيكمل من الناحيه العكسيه، فحاجه من الاثنين، يا تلعب محمد حمدي وتلعب اوباما رقم 10، واوباما برضه عنده ميزه خد بالك لان هو بيخش ال 18، لان انت محتاج في الماتشات دي ناس تلعب في نص الملعب او على الاطراف تبقى مكمله في النواحي الهجوميه عشان تعمل كثافه في الحته الهجوميه، ويبقى عندك انت الدندورين شغالين بيشتغلوا على حته التامين، يا اما واحد بيقرب على ال 18 عشان الكره المرتده، وواحد مأمن مع الاثنين المستكين مع الباك، فانت كده تقدر تعمل توازن، فده من وجهه نظري انا الشخصيه. طب مثلا ممكن نفكر في سيد نيمار، ترافيس موتيابا، الحقيقه يمكن ذكرت اوباما، بس اوباما انا يعني طبعا اوباما نفسي الحقيقه يكون جاهز يفرق معانا بشكل كبير، بس اوباما يمكن جاي من عمليه اللي كانت في الفك فبقاله اكتر من شهر بعيد عن الملعب، ممكن الراجل على فكره يفكر من نظره خبره اوباما مثلا يبدا بيه، لانه ممكن يكون بالنسبه له لو نزله ما يبقاش فورمه فيه مدربين، على خلي بالك اكيد طبعا انت فاهم طبعا كمدير فني كبير ان ساعات ممكن تبدا بلاعب زي ده بحيث ان انت حتى لو فكرت تغيره يبقى خلاص انت مش خسران حاجه وخدت منه افضل شيء، دي وجهه نظر برضو تحترم. لكن هل سيد نيمار قريب؟ هل ترافيس موتيابا ممكن نستغله؟ هل ابراهيم انضاي زي ما نزله الماتش اللي هناك ممكن تبدا بيه تعمل جبهه مع فتوح؟ يعني المنطقه دي يعني شائكه ومحتاجه تركيز شديد، وعلى فكره محتاجه كمان يبقى البديل جاهز، لان انا في اعتقادي ان ممكن تغييره تقلب لك المباراه بشكل او باخر لو انت عرفت تستغلها في الوقت المناسب. بص يا ابو الاله، ساعات بيبقى في حاجات انت بتحسبها، ممكن يكون انا معاك ان اوباما بعيد، لكن انت بتتكلم عارف انت اللعيب بيبقى عنده وحشه للملعب وخبراته مخزون كبير، لا غير الخبرات كمان هو عنده وحشه للملعب يا ابو العيله، فممكن دي تبقى حاجه ايجابيه لنادي الزمالك ان هو من كتر ما يعني هو بعيد وممكن يكون ما عندوش حساسيه المباراه، لكن عارف وحشه الملعب تخليه هو متحمس، تخليه الكوره هو عايز يلعب، عايز يأدي، عايز بشكل سليم، هيبقى عنده خد بالك بدني في البدايه، حتى انت ممكن تستغله في البدايه مش لازم يلعب المباراه كلها بالظبط كده. فدي ممكن تبقى حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه، فاحنا برضو كل واحد بيعمل حاجه، لكن انت ما تضمنش برضو الدنيا فيها ايه. اكيد سيد نيمار هو لو عمل جبهه، هو سيد نيمار مش من النوعيه اللي هو بيلعب من ناحيه الشمال، هو بيلعب من ناحيه اليمين ساعات، الراجل بينزله شمال يا وائل. احنا بنتكلم لما زيزو بيلعب ناحيه اليمين، انا بالنسبه لي افضل كتير لان دي حتته. نيمار عنده مشكلتين خد بالك، لا بيعرف يعمل اوفر ولا بيعرف يشوف. يعني بص انا يعني خلينا انا من متابعتي، فاحنا عايزين حد يا اما يدخل لجوه يشوط، يا اما لو عدى يعمل اوفر مع الناس مع الجبهه العكسيه اللي هي بتكمل تمام، يا اما واحد يلعب في الناحيه العكسيه يكمل داخل ال 18 يلعب بدماغه. هي الحاجات دي محتاجه كده، فعشان كده انا ذكرت لك ايه؟ يا احمد حمدي لان هو عنده سرعات ممكن يدخل ويشوط تمام؟ يا اما واوباما في نفس الوقت لو لعب 10، هو اصلا اوباما بيدخل يلعب بدماغه فهيعمل كثافه
في الناحيه الهجوميه لو انت لعبت من على الاطراف هيبقى برضو مع الجزيري مع اللي هيلعب الناحيه العكسيه ان هو يدخل زي ما قلت لك نوراي ده برضو لو لعب انه عنده ميزه ان هو اوتوماتيك عنده سرعات فبيدخل يلعب بدماغه ودي حصلت كثيره جدا وجاب اهداف قبل كده بدماغه. فعشان كده انا ببص على حاجه معينه اللي يقدر يعمل لي الحته دي لان انت لما تيجي تهاجم يا ابو العيله انت بتهاجم بكام؟ انت بتهاجم بستة لعيبه لان انت لازم تامن باربعه او ثلاثه يا اما بتهاجم بستة سواء من على الاطراف او من على القلب وبتحط باك عكسي مع الاثنين مساكين وبتحط الديفندر لازم يكون مامن والديفندر الثاني لازم يبقى على كرسي ال 18 واحد زي دونجا بيشوط كويس قوي تمام فلو الكره ردت اكيد هيتعامل معاها ان هو شوتنج فانا بتكلم على الكثافه وانت بتهاجم ما تبقاش كثافه قليله يعني انا احس ان انت لما تيجي تعمل اوفر من الحركه يبقى في عندك 3 4 جوه فمين اللي بيقدر يكمل في الحته دي؟ ناداي بيقدر يكمل في الحته دي تمام عندك زيزو يقدر يكمل في الحته دي عندك اوباما من القلب يقدر يكمل في الحته دي عندك الجزيري يقدر يكمل في الحته دي صح لان انت لو ما عملتش كثافه لما تيجي تلعب الكرات العكسيه هتبقى عامله مشكله لو انت اعتمدت بس على قلب الملعب ممكن برضه تعمل لك مشكله لان فرقه ناضد بركان الشوط الثاني حتى في المباراه اللي كانت في المغرب خد بالك لما الزمالك تفوق ومسك كوره ناضد بركان عرف تقف هي اتخطفت في بدايه الشوط لكن بقيه الشوط عرف تقف الزمالك ما كانش ليه خطوره لو تلاحظ حتى لو ثبت الاستحواذ فهي فرقه ناضد بركان بتعرف تقف كويس طبعا فرقه منظمه ومتمرسه كمان يا وائل في البطوله يمكن طبعا كلام مهم جدا من كابتن وائل قباني طبعا بشكرك يا وائل شكرا جزيلا وان شاء الله اكلمك بعد المباراه ابارك لك وابارك لكل الزملكاويه بشكر كابتن وائل قباني نجم الزمالك طبعا السابق ونجم مصر السابق بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن وائل على كل التوضيحات دي الحقيقه كلام مهم جدا وكلام مميز طبعا وائل قباني خبره كبيره جدا جدا وكمان بطولات كثيره جدا مع نادي الزمالك فالكلام هام والمواقف دي بتبقى محتاجه الخبرات الكبيره اللي زي النجوم اللي عاشوها قبل كده لان في تفاصيل صغيره تفرق تغييره تفرق تمركز يفرق تختار لاعب معين يبدا مباراه يفرق ففي حاجات كتيره قوي قوي لو اشتغلناها بشكل يعني محضرين له بشكل مميز لا تفرق بشكل كبير جدا المباريات دي لا تقبل القسم على اتنين ليه حذرين وبنتكلم في كل ده علشان في ماتشات لو ضاع منها ربع تلت ساعه ولا نص ساعه ما بيبقاش عندك فرصه انك تلحق المباراه دي خلاص هي مباراه واحده 90 دقيقه تخليك بطل ان شاء الله للكونفدراليه وتدينا ثقه مهمه والبطوله دي بالنسبه لنا مهمه جدا 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 يعني مش عايزين نبالغ ونتكلم زياده عن اللزوم عشان ما نضغطش لاعبتنا وعايزين يبقى كل كلامنا الفتره اللي جايه خلي بالنا بعض ان اللاعبين اكيد بتتابع السوشيال ميديا واحنا كجماهير وكل اللي بيتكلموا على السوشيال ميديا اكيد الكلام بيوصل للعيبه فمحتاجين ان احنا واحنا بنتكلم نبقى كلامنا ايجابي كلامنا فيه دعم علشان لما يوصل للعيبه يبقى مفيش حاجه تهزهم او مفيش حاجه تاخد من تركيزهم كلنا طبعا متشوقين للبطوله مفيش شك كلنا يعني عارفين اهميه البطوله خاصه في التوقيت الحالي لان دي هتبقى فرصه ان انت تبني عليها وتبني على اللي جاي لان اللي فات نادي الزمالك كان مش قليل واللي فات نادي الزمالك كتير وده ما كانش يستحقه نادي الزمالك لكن الظروف اللي مرينا بيها كانت خارجه عن ارادتنا كلنا فكلنا دلوقتي بنحاول يعني نواكب الـ 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 التطور والمسيره والطريق الجديد لنادي الزمالك والبدايه الجديده فبدايتها ان شاء الله بإذن الله تبقى بالكونفدرالية والتتويج بالكونفدرالية عشان تقدر تبني عليها من صفقات من موسم تكمله ازاي من بداية الموسم الجاي بإذن الله لسه عندنا الدوري والكاس السيزون ده اللعيبة دي محتاجة ثقة تنسجم يحصل لهم يعني وحدة واحدة يبقى وحدة واحدة يحصل لهم ثقة أكبر مدير فني بيتعرف أكتر كل يوم عن جمهور الزمالك وعن نوعية التفكير وطريقة التفكير لجماهيرية كبيرة ونادي كبير زي نادي الزمالك فيها كلها عناصر وتفاصيل مهمة جدا 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 عشان كده مهم إنكار الذات مهم أي 11 راجل مهم أي تغييرة مهم أي لعيب حتى لو هو ممكن يكون هياخد ربع ساعة نص ساعة مفيش مشكلة المهم إن أنت تكون مركز مهم كلنا نكون شغالين على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا نكون وحدة واحدة ما يدخلش فيك هدف ده نقطة مهمة جدا نحاول نسعد الجماهير اللي هتكون موجودة في الاستاد بإذن الله وغيرهم ملايين موجودين في البيوت اللي مش هيقدر يروح لكن واضح طبعا ان كله ورا فريق الزمالك وكله ملتف حوالين الفريق ان شاء الله علشان نتوج ببطولة الكونفدرالية ده كلام حقيقة في منتهى يعني الأهمية ومنتهى منتهى ان لازم اللاعبين يكونوا حاسين بالمسؤوليه لكن في نفس الوقت احنا لازم يكون دعمنا ايجابي حتى لو في لعيب مثلا ممكن يكون ما كانش موفق في مباراه كان في خطا قرارات ممكن ما كانش في احسن قرارات وده كلام وارد في كره القدم لكن في الاخر انا وانا
بشحن لعيبتي وانا بدعمهم، مهم ان انا في التوقيت الحرج ده اكون بدعمهم بشكل ايجابي عشان ما اخرجش لعيب بره تركيزه، وكمان ما اخلوش يفقد الثقه في نفسه. لا، انا في الاخر عندي لاعبين اثبتوا لي فتره من الفترات ان هم مميزين واشتغلوا فترات كتيره جدا جدا وكانت في ظروف صعبه وكانوا الحقيقه بيأدوا، فلازم نقف جنبهم. المباراه دي تفرق معانا كلنا بشكل كبير. كمان الحقيقه يمكن من الحاجات اللي معايا ليها علاقه بان التاريخ في صالح نادي الزمالك وفي العموم طبعا، والسيناريوهات كمان العوده في تاريخ الزمالك كانت كتيره جدا جدا، فمعايا بعض المعلومات وبعض الانفوهات اللي ممكن استعرضها مع حضراتكم واوريكم ريمونتادا الزمالك في البطولات الافريقيه والقاريه كان بيبقى شكلها ايه، حتى لو انت ممكن تكون خسران بره ملعبك. لو بدات مع حضراتكم بربع نهائي كاس افريقيا سنه 1976 كان خساره ذهابا في اثيوبيا من جيش متشال 2-0، ثم نادي الزمالك بيعود في مصر ويفوز 6-0. نصف نهائي افريقيا سنه 1984 خساره ذهابا في الجزائر امام شبيبة القبائل 3-1، والفوز في العوده كان في مصر 3-0. ربع نهائي افريقيا سنة 1985 خسارة ذهابا في بروندي امام فيتالو 1-0، والعودة الحمد لله فوز 5-2. ربع نهائي افريقيا سنة 86 كان في خسارة ذهابا في بروندي امام انتر كلوب 1-0، ثم العودة في مصر فوز نادي الزمالك ب 3-0. نصف نهائي افريقيا 86 الخسارة ذهابا في الكاميرون امام كانيا ويندي 2-1، والعودة في القاهرة فوز نادي الزمالك 2-0. ثم نهائي افريقيا سنة 93 خسارة ذهابا في جنوب افريقيا امام كايزر تشيفز 2-1، ثم الفوز في مباراة العودة في مصر 1-0. نصف نهائي كأس افريقيا سنة 96 كان في خسارة ذهابا في تونس من الصفاقسي التونسي 1-0، ثم الفوز في العودة 1-0 والتأهل بركلات الترجيح. نهائي افريقيا سنة 96 كان في خسارة في مباراة الذهاب من شوتينج ستارز النيجيري 2-1، ثم العودة في مصر والفوز 2-1 نفس النتيجة واللجوء لرغبات الترجيح، والحمد لله الزمالك قدر يفوز. نهائي كأس الأفرو أسيوي سنة 1997 كان في خسارة برضو ذهابا في كوريا الجنوبية أمام بوهانج الكوري، ثم العودة في مصر والفوز بنتيجة 1-0 نادي الزمالك. ثم نهائي كأس الاتحاد الأفريقي سنة 98 خسارة ذهابا في كينيا من جورماهيا الكيني 1-0، ثم العودة في مصر وفوز نادي الزمالك 4-0. ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي سنة 99 كان في خسارة ذهابا في نيجيريا من كوارا يونايتد 2-1، ثم العودة في مصر وفوز نادي الزمالك 4-0. ثم نهائي الكونفدرالية كان سنة 2015 خسارة ذهابا في الكونغو الديمقراطية من سانجا الكونغولي 1-0، والعودة في مصر والفوز 3-1 على كونغا على سانجا الكونغولي. نهائي الكونفدرالية 2019 كان طبعا قدام فريق نهضة بركان اللي بنقابله تاني في النهائي ان شاء الله يوم الحد الجاي في 2024، كان في خسارة ذهابا في المغرب من نهضة بركان 1-0، ثم العودة والفوز 1-0 في مصر واللجوء لركلات الترجيح والتتويج والفوز بالبطولة من خلال ضربات الترجيح. كمان كان في 10 انتصارات للزمالك على الفرق المغربية. كان في نصف نهائي أفريقيا سنة 85 الفوز على الجيش الملكي في مصر 1-0، ده كان في مباراة الذهاب. ربع نهائي أفريقيا سنة 96 الفوز على المكناسي المغربي في مصر كان مباراة الذهاب برضو 2-0. نهائي أفريقيا 2002 الفوز على الرجاء البيضاوي في مصر إيابا 1-0. السوبر الأفريقي 2003 الفوز على الوداد البيضاوي في مصر 3-1. ثم نهائي أفريقيا 2012 الفوز على المغرب الفاسي في مصر كان إيابا 2-0. الدور التمهيدي للكونفدرالية 2015 التعادل مع الفتح الرباطي في مصر ذهابا 0-0. نصف نهائي أفريقيا 2016 الفوز على الوداد البيضاوي في مصر ذهابا 4-0. الدور التمهيدي للكونفدرالية 2019 الفوز على اتحاد طنجة في مصر ايابا كان 3-1. ربع النهائي الكونفدرالية 2019 الفوز على حسنية اكادير في مصر ايابا كان 1-0. نهائي الكونفدرالية 2019 الفوز على نهضة بركان في مصر ايابا 1-0. نصف نهائي افريقيا 2020 الفوز على الرجاء البيضاوي في مصر ايابا 3-1. دور المجموعات في افريقيا 2022 خساره من الوداد بركلات الجزاء في مصر
بركله جزاء فمصر كان 1-0. فيمكن يمكن التاريخ لصالح نادي الزمالك الحقيقه، يمكن مع الفرق او مع في مثل هذه الظروف ومع البطولات الافريقيه، فان شاء الله يكون يا رب يعني فيها الخير على نادي الزمالك وعلى لعيبته وعلى جماهيره. والحقيقه الرصيد نادي الزمالك كبير جدا وتاريخه كبير في التعامل مع مثل هذه المباريات، وكلنا ثقه وامل في فرقتنا ايا كان مين ال11 اللي هيلعبوا، وكلنا امل في جماهيرنا اللي هتملى الاستاد وهيبقى التشجيع من اول دقيقه. خليني كمان لو انتقلت مع حضراتكم سريعا للاخبار، طبعا يمكن الاخبار اللي موجوده كله اكيد ما فيش شك ان كله يعني اهتمام كامل بمباراه نهضه البركان ونهائي الكونفدراليه، ولا حديث يعلو عن هذه المباراه. فيمكن كمان النهارده كان في اجتماع تنسيقي لمباراه الزمالك ونهضه البركان، ده يمكن يعني من الترتيبات الطبيعيه للمباريات الكبرى، ودي يمكن صور من الحضور الاجتماع. ويمكن حضر الاجتماع الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره طبعا والمشرف على الكوره، والكابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره، والكابتن احمد ابراهيم مدير شؤون اللاعبين، وشريف منير حسن مدير العلاقات العامه، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامه. والاجتماع كان ليه علاقه بتنسيق كافه الامور الاداريه والتنظيميه اللي هي اكيد خاصه بالمباراه، سواء طبعا بما يخص صفاره البدايه او كمان صفاره النهايه وكمان مراسم التتويج، لان طبعا محتاجه تحضيرات مهمه جدا جدا، لان كلنا عارفين دي مباراه العوده وان هيبقى مراسم التتويج هنا في استاد القاهره، فاكيد محتاجه تنسيق ومحتاجه يعني تنظيم ومحتاجه اتفاقات بشكل يعني مرتب ومحدد. عارفين طبعا ماتش الحد الجاي في استاد القاهره. والحقيقه كمان في اثناء الاجتماع مسؤول الاتحاد الافريقي اشادوا بالمستوى المتميز طبعا بوصول نادي الزمالك للمباراه النهائيه والاداء اللي اداه طول البطوله والوصول للنهائي. فالحقيقه كان اجتماع يعني طبيعي ومثمر، ومفيش شك طبعا قيمه نادي الزمالك كالعاده حاضره، ولما كمان تستقبل النهائي هنا في مصر اكيد طبعا بيبقى ليه ترتيبات خاصه، ودايما الحقيقه بلدنا او مصر يعني دايما بتعرف تستقبل المباريات النهائيه بشكل مميز وبشكل مختلف. فان شاء الله مفيش شك يكون ده جزء كبير من نجاح البطولة ان يكون النهائي في مصر ومراسم التتويج في مصر. ما تبقى فقط ان شاء الله يكون نادي الزمالك باذن الله يكون هو يا رب اللي يكون ربنا كاتب له التوفيق والتتويج من خلال هنا استاد القاهرة ومن خلال تنظيمنا للمباراة النهائية. كمان الزمالك بيستأنف التدريبات استعدادا لمباراة طبعا نهضة البركان، لان كلنا عارفين ان هم جم بعد المباراة على طول، يمكن الطيارة كانت يعني بعد المباراة متأخر شوية، يمكن على ما وصلوا القاهرة كان الاثنين صباحا، فالاثنين بقيتوا خدوا اجازة وبداية التدريبات النهاردة التلات، بداية التدريبات استعدادا لمباراة العودة. 4-5 ايام خلاص تفصلك من مباراة الاياب ومباراة العودة ومباراة الحلم بالنسبة لنا والاهم هذا الموسم. يمكن مستر جوزيه جوميز عمل التدريب النهاردة طبعا على ملعب النادي والاستعداد الطبيعي، والكلام بقى عن المباراة واجتماع صغير كده مع اللاعبين، وقسم الفرق لفرق اللي لعبوا المباراة كاملة او كانوا مجهدين من السفر والتسعين دقيقة، ومعظم اللعيبة اللي لعبت ده خدوا يمكن تدريبات تأهيلية واستشفائية فقط، وده طبيعي جدا جدا عشان يريحهم من رحلة الطيران ويريحهم طبعا من مجهود السفر ومجهود المباراة. ودي كانت تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال وكمان بعض أعضاء الجهاز المعاون سواء كابتن أحمد مجدي أو بعض اللي ممكن يكون لهم علاقة بالتأهيل، بيريحوا اللعيبه وليهم التدريبات الاستشفائيه المعروفه. وبعد كده كان في جزئين بيتقسموا سواء يدخلوا الجيم او بيعملوا تدريبات استشفائيه لعلاج الارهاق بشكل عام والارهاق العضلي، وكان في فقره تانية تاهيليه داخل ارض الملعب، دي كان فيها كل اللاعبين اللي كان فيها اساسيين شاركوا في مباراه نهضه البركان الاخيره او البدلاء المستبعدين من المواجهه. ده بيبقى في طبعا تقسيم للعيبه عشان الجهد بشكل عام. ومستر جوزيه يمكن ادى باقي الفرقه راحه اللي هم شاركوا زي ما قلت لكم في اللعيبه ال 11 اللي لعبوا او اللي بذلوا مجهود كبير، دول بيبقى ليهم تدريبات خاصه حفاظا عليهم. شفنا يمكن دونجا كمان كان بيعاني في اخر المباراه واضطر ان هو يغيره مستر جوزيه جوميز، اجهاد عضلي لدونجا من اكتر اللاعبين اللي لعبوا الموسم ده عدد دقائق وعدد مباريات، فما فيش شك ان طبعا في حرص كبير من الجهاز الفني والجهاز الطبي ان هم يكونوا حذرين جدا في التعامل مع الارهاق والضغط المباريات والمجهود الكبير مع السفر، فده بيبقى محتاج ان الواحد يكون منظم نفسه بشكل كبير.
كمان كان في برنامج تأهيل لمصطفى شلبي، يعني في محاولات كبيره جدا جدا لمصطفى شلبي باذن الله بيحاولوا يلحق المباراه، وانا عندي معلومات ان مصطفى شلبي مصر بشكل كبير يحاول وبيقاتل بشكل كبير، لان يمكن ممكن تكون يفرقوا عن المباراه ايام، ممكن يكون جاهز بعديها بيوم يومين، هو بيحاول يسبق الزمن والوقت انه يحاول يكون جاهز قبليها بيوم ولا يومين عشان يشارك باي طريقه. ففي برنامج تاهيلي ومحاولات مستمره لتجهيز مصطفى شلبي مع الدكتور طبعا محمد اسامه، وتدريبات تاهيليه خاصه، ما نزلش لسه التدريب الجماعي لكن بيحاولوا يحضروه عشان نزول التدريب الجماعي. وانا عارف ان يمكن دكتور محمد اسامه وجوزيه جوميز ما بيستعجلوش على اللاعبين، ومهم جدا ينزلوا هم يعني في كامل شفائهم وفي كامل طاقتهم عشان ما تخسروش فتره اطول، لكن كلها محاولات وفي اطار المسموح وفي اطار طبعا مصطفى شلبي عنده العضله الضمه، العضله الضمه دي برضو عضله يمكن خاينه شويه بلغه الكوره، فمهم ان انت وانت بتاهله يعني تكون حذر وبرضو عارف عدد الايام اللي باقيين، لكن ممكن نوفق مثلا ويلحق نص ساعه ولا حاجه في المباراه، او يعني برضو اضافه تكون قويه لو مصطفى شلبي قدر حتى يرجع قبل المباراه بليلتين او ثلاثه. كان كمان شيكابالا والونش بيخضعوا لتدريبات بقى يمكن تاهيليه خاصه، لان شيكابالا والونش طبعا بعاد تماما عن المباراه، شيكابالا عنده شد في العضله الاماميه ودي محتاجه وقت اطول شويه، شيكابالا ما فيش شك وجوده في التدريب، وجوده في المدرجات، وجوده في الملعب، وجوده في الطياره بيفرق بشكل كبير جدا مع اللاعبين كقائد وككابتن لفريق الزمالك، وبيفرق كمان مع الجماهير، مع جماهير نادي الزمالك، لكن للاسف هو مش موجود، بيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي، لكن ايا كان شيكابالا موقعه فين في المباراه بره جوه هو مهم وهيبقى ليه دور كبير جدا جدا جدا، وهو شغال تدريبات تأهيليه وعلاجيه في صاله الجيم مع طبعا المتخصصين عن علاجه، وماشي واحده واحده وفقا للبرنامج اللي محطوط له. كمان الونش عارفين انه راجع من عمليه رباط صليبي، فبرضه محطوط له برنامج تأهيلي. الونش برضه دوره مهم جدا الحقيقه، المعنوي والنفسي مع اللاعبين، بقى خلاص من اللاعبين دلوقتي الخبرات الكبيره في نادي الزمالك ولعيب دولي ولعيب كبير، والحقيقه بيدي روح كبيره جدا للاعبين، فاعتقد برضو الونش دوره ما يقلش اهميه في الفتره اللي جايه، سواء كلام مع اللعيبه، سواء كلام مع لعيبه اللي في مركزه حسام عبد المجيد، ومع اللاعبين اللي يمكن لسه ما عندهمش خبرات مكتمله بشكل او باخر، واللاعبين المنضمين حديثا، ففرصه كبيره جدا ان الكلام مع الونش وكلام مع شيكابالا يفرق معاهم بشكل كبير. كمان مستر جوزيه جوميز يمكن كان ليه قرار خاص مع عبد الله السعيد وناصر ماهر النهارده في التدريب، كان الحقيقه عامل لهم تدريبات يعني خاصه شويه، ويمكن عمل لهم احمال زياده شويه في الجيمنيزيوم، والراجل عنده وجهه نظر اكيد في ده ومحضرهم بشكل او باخر، عايز يعني يستفيد، بقى لهم تقريبا حوالي مثلا اسبوع مش موجودين مع الفرقه، فالراجل عنده ترتيبات خاصه فعمل لهم برنامج خاص وما اشتغلوش في المران الجماعي النهارده، ده بناء على قرار الجهاز الفني، هو عامل لهم برنامج خاص شويه يمكن يوم ولا يومين كمان طبعا علشان ما بعد مباراه نهضه بركان باذن الله، وعايز يجهزهم التشكيل يعني بالشكل الامثل لما بعد الفتره اللي جايه، خاصه ان هو طبعا عارف قيمتهم بشكل كبير، سواء عبد الله او ناصر ماهر ومشاركتهم الفترات اللي فاتت كانت مؤثره بشكل كبير مع نادي الزمالك، فاكيد الراجل عينه هنا وعينه هنا، زي ما انت عينك على مباراه النهائي، زي ما انت برضو مهم انك تحافظ على لعيبتك علشان ما بعد مباراه النهائي، فالراجل عنده وجهه نظر وتجهيز ليهم في الفتره اللي جايه، اتمنى يا رب يكونوا موفقين باذن الله يا رب. وبرضو الحقيقه برضو عشان نكون صراحه، في اعتقادي ان عبد الله السعيد وناصر ماهر برضو دعمهم يمكن قيمه كبيره، زي عبد الله السعيد دعمه في الوقت الحالي للاعبين وخبراته مهمه نقلها دلوقتي للاعبين والتعامل مع المباراه النهائيه بشكل عام، وفي اعتقادي هيكون دوره مؤثر للفتره اللي جايه. معايا كمان على التليفون طبعا الاعلامي الكبير الحقيقه والزملكاوي الكبير الاستاذ طارق رضوان، والخبره كبيره جدا في الكوره الافريقيه، نتكلم معاه شويه عن المباراه. استاذ طارق مساء الخير عليك. اهلا، مساء النور يا كابتن ابو العيله. ازاي حضرتك؟ وحشنا والله وبتنورنا دايما. الله يخليك يا كابتن، منور يا كابتن والله. طب ايه بقى الحاجات اللي ممكن نكون مش عارفينها او ما سالناش فيها في جوانب كتير جدا جدا من خلال رؤيتك لماتش نهضه بركان الاولاني وكيفيه التحضير ليه لماتش العوده يا استاذ؟ ماتش العوده يجب نكون حذرين جدا. الفريق اللي انت هتقابله فريق قوي جدا، وانا ما بقولش كلامي ده من فراغ، انا بقوله من واقع انه فريق في اخر خمس سنين وصل للمباراه النهائيه يا كابتن في كاس الكونفدراليه اربع مرات. تمام. مره مع الزمالك وخسرها بصعوبه شديده اللي هي بركلات الترجيح، والمره الثانيه المره دي، ومرتين فاز بيهم. اذا هذا الفريق يملك خبرات افريقيه كبيره. ادي واحد.
الحاجة التانية، هذا الفريق لم يخسر في البطولة الكونفدرالية أي ماتش، وبالتالي برضو دي بتدينا يعني إيحاء، بتدينا دلالة بأن الفريق فريق متميز. لكن هل هزمته مستحيلة؟ لا، محدش في الكتف، بالعكس أنا أقدر أكسبه وأنا في وضعية ربما أفضل من 2019. 2019 أنت كنت خسران هناك 1-0، المرة دي أنت خسران 2-1، ف1-0 تكسبك. يجب أخد بالي من المهاجمين، الفراودة بتوعه عاليين جدا، أخد بالي من الكرات الجانبية، أخد بالي من ضربات الرأس، أخد بالي من يوسف الفحلي لاعب الوسط ناحية اليمين اللي بيكمل لقدام، اللي عملنا إزعاج جامد في الشوط الأول، لعيب مميز بصراحة جدا جدا وانطلاقاته هايلة. وأخد بالي من مساوي الباك ليفت برضه اللي بيكمل ناحية الشمال، لعيب كويس جدا. أخد بالي من جبريل وطارة، لعيب أفريقي جيد. الحقيقة هم عندهم مجموعة مميزة، وفي 2 لعيبة كمان. أيوه أنا سمعت عن الكلام ده، ما كانوش موجودين في الماتش الأولاني، صح يا أستاذ طارق؟ الإيه يا كابتن؟ ما كانوش موجودين الماتش الأولاني. آه العرجون ولاعب اسمه تاهي عني دلوقتي، بس في 2 لعيبة ما كانوش موجودين. الاثنين دول يعني احتمال كبير هو الشركة، وهو تحدث عنهم في المواقع المغربية وسائل الإعلام، وقال إن أنا في يعني فضايا أفضل في العودة عشان الاثنين دول هيشاركوا معايا. فناخد بالنا إنه معين الشعباني مدرب ذكي جدا، ومعين الشعباني عمل حاجة لطيفة جدا محدش خد باله منها. يعني معين الشعباني قبل الماتش أكد في كل المواقع وفي كل وسائل الإعلام إن يوسف الفحلي مصاب، إنه مش هيلعب، إنه في 6 لعيبة غايبين. فاكر أنت التصريحات دي؟ طبعا طبعا. ولكن فاجئنا يوسف الفحلي ما كانش مصاب ولا حاجة، لأنه لو مصاب وكان هيغيب لا يمكن يبدأ كابتن أبو العلا. يوسف الفحلي كان سليم، كان جاهز للمباراة، لكن هو خلاه كارت رابح، خدت بال حضرتك؟ فبرضه ناخد بالنا من التصريحات وما نتأثرش بيها. إحنا يعني كل الأوراق بتاعتنا والفريق اللي إحنا هنقابله بركان لازم نبقى عارفينها نقاط القوة والضعف. الجمهور مطالب يا كابتن انه يشجع لغايه اخر لحظه. لو رجعت كده بالذاكره ماتشات كتير قوي، اخرها السنه دي ارتا سولار مثلا في بدايه المشوار، انت مغلوب 1-0 في الشوط الاول، ومغلوب هناك 2-0، يعني مغلوب 3-0، لكن الجمهور فضل على تشجيعه لغايه ما سجلنا 4 اهداف وصعدنا. طيب تعالى لبطولات اخرى ومنافسات اخرى كثيره، هتجد مثلا منتخب مصر ماتش الكونغو، ماتش الكونغو ضربات الترجيح، جالنا ضربة جزاء في الدقيقة كام؟ 46 اللي سجلها محمد صلاح اللي رحنا بيها كأس العالم، هم تعادلوا في الدقيقة كام؟ تعادلوا في الدقيقة 86 لو تفتكر. فعدم اليأس مهم جدا، الجمهور يفضل على تشجيعه ومصيرته للفريق مهما كانت الأمور. ولازم نحط في اعتبارنا انه المباراه مش سهله، هنقابل منافس قوي جدا. ما نسمعش الفكره اصل الفريق ضعيف والمباراه سهله ومبروك الزمالك كسب، لا 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 لا، المباراه ما زالت في الملعب والبطوله ما زالت في الملعب والحظوظ متقاربه جدا. وتاكد ان انت هتقابل فريق مش سهل. ده واخد البطوله اخر 4 سنين زي ما حضرتك قلت، خدها مرتين ووصل مرتين كمان للنهائي. ولا اقول لك على حاجه ثانيه، وكسب الوداد في السوبر الافريقي العام قبل الماضي في الدار البيضاء. الوداد كان بطل دوري الابطال وهو كان بطل الكونفدراليه، كسب الوداد السوبر صح. السنه دي طبعا نتائج وخد الكاس في السنين الاخيره 3 مرات، اخرهم من الرجاء في الدار البيضاء السنه اللي فاتت، يعني فرقه شرسه طبعا. وكابتن طارق مصطفى انا شايفه في موقع مغربي كان بيتكلم النهارده، فبيقول او في راديو مارس عفوا المغربي، كان بيقول انه اهم فرقتين في المغرب وفيهم قدرات تكتيكيه وفيهم لعيبه مميزين هم مين؟ الجيش الملكي ونهضه بركان. ما قالش مثلا الوداد ولا الرجاء. فعشان الناس تبقى حاطه في اعتبارها فريق قوي عنده لاعبين مميزين، نتيجه 2-1 نتيجه برضه مفخخه، ويجب نضع في اعتبارنا ان الفريق ده خط هجومه متميز وعنده لاعبين متميزين وفريق جماهيري ويقدر يتعامل مع الظروف الجماهيريه برضه حتى بره ملعبه. ما انا بقول لك ما خسرش ولا مباراه في الكونفدراليه السنه دي طبعا، ده مؤشر يعني مهم. يعني لاعب في الدور الاول مباراه خارج ملعبه، وبعدين لعب في مجموعات 3 مباريات خارج ملعبه 4، ولعب مع ابو سليم في ليبيا ادي 5،
خمس مباريات خارج ملعبه وما كسبوش. فده يبين لك انه فريق بيعرف يؤدي خارج ملعبه بشكل جيد، عنده قدرات مميزه، عنده مدرب مدير فني عارف عنك الكتير. معين الشعباني كان مدير فني للمصري وكان مدير فني لسيراميكا كليوباترا في مناسبتين، وبعدين التونسي. وهو في الترجي قابلك في دوري الابطال وقابلك كمان في السوبر، واخد بطولة افريقيا طبعا مع الترجي مرتين قبل كده، وحافظ الزمالك 100 حافظ كل حاجه و2019. تمام. فبالتالي الحذر واجب صح. واتمنى انه الجمهور يعني يكون في اجراءات افضل شويه في الحصول على التذاكر، لان ناس كتير قوي اشتكت لي وناس كلمتني كتير قوي انه ما عرفوش يحجزوا، وانه بعد ما اتفتح السيستم بلحظات ادعوا انه خلاص فما عرفوش يجيبوا تذاكر وما عرفوش يوصلوا لها، والناس عايزه تروح تشجع، عايزه تعمل واجب وطني، فاحنا عايزين نساعدهم على التواجد وان شاء الله بالتوفيق للزمالك يا رب ان شاء الله. طبعا دايما بتنورنا الحقيقه استاذ طارق رضوان، الاعلامي الكبير والمميز وكمان خبره مميزه في الكره الافريقيه بشكل عام، دايما بينورنا استاذ طارق رضوان. الحقيقه انا عندي معلومات ان الزحف ان شاء الله هيكون كبير جدا جدا يوم الاحد الجاي، ويمكن الاعداد كبيره ومهوله، وان شاء الله الاستاد نشوفه في ابهى صوره وجمهور الزمالك. وكمان عندي معلومات زي ما قلت لحضراتكم، مش بس جمهور الزمالك، الجمهور المصري بشكل عام، مصر كلها بكل انتماءاتها هتبقى موجوده باذن الله في الاستاد. ده الطبيعي في مثل هذه المناسبات. نتمنى يا رب التوفيق لنادي الزمالك في الماتش ده ويفرحنا كلنا كمصريين. خليني اخد اخر خبر معايا النهارده. كمان كان في يمكن الاتحاد الافريقي لكره القدم يمكن اعلن طاقم تحكيم مصري هيكون مباراه غانا ضد مالي في تصفيات كاس العالم، وهيكون ده في مباراه في باماكو يوم الخميس 6 يونيو 2024. ده ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهاية كأس العالم 26. ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الغاني، يدير مباراة منتخب غانا ضد مالي طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر 38 سنة، هيعاونوا محمود أبو الرجال مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد تاني، وأحمد الغندور حكم رابع، ويكون الجزائري عابد الشريف مهدي مراقب الحكام، وهيكون يايا بلدي من السنغال ده مراقب المباراة، وداو إبراهيم من موريتانيا ده هيكون ضابط الأمن في المباراة. كل التوفيق إن شاء الله رب لطاقم التحكيم المصري في الظهور بشكل لائق يمثل التحكيم المصري بصورة مشرفة. يمكن دي كل الأخبار اللي موجودة معايا النهاردة. دايما لسه بندور، يعني كل الأسبوع اللي جاي ده إن شاء الله كلنا بندور حوالين فكرة مباراة العودة، وبنحاول نجيبها من كل النواحي وكل الجوانب. خليني اطلع لفاصل، بس بعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم هستقبل امير عزمي مجاهد، طبعا نجم الزمالك السابق ونجم منتخب مصر السابق وكمان المدرب السابق لنادي الزمالك في كاس الكونفدراليه 2019 كمساعد لمستر جروس. فرصه النهارده نتكلم مع امير بقى في جوانب كتير جدا جدا، نفس الظروف المتشابهه، نفس الفريق الامير عزمي مجاهد يمكن لما كان مدرب لعبه في النهائي 2019 مع مستر جروس لما كان مدير فني، ففي ظروف مشابهه في اجواء عاشها قبل كده امير عزمي مجاهد. فرصه نتكلم معاه في التفاصيل والفنيات وندخل معاه في تفاصيل كتير جدا جدا. استنونا بعد الفاصل. اشتاقت جماهير الزمالك للقب قاري يغزو به الفارس الأبيض أفريقيا بعد 8 أعوام مرت من عمر المشاركة الأولى لفريقها ببطولات الأندية الإفريقية منذ عام 1976، وهبت رياح الفرح والسعادة على قلعة ميت عقبة خلال نسخة 1984 من مسابقة أفريقيا للأندية أبطال الدوري. المدير الفني القدير محمود أبو رجيلة تاجر السعادة في القلعة البيضاء حفر اسمه بحروف من ذهب وقاد أبناء زامورا لعناق أول لقب إفريقي في تاريخه، بعدما انتصر الزمالك على فريق شوتينج ستارز النيجيري ذهابا بثنائية جمال عبد الحميد كذلك بهدف ذاتي إيابا في الدور النهائي للمسابقة، ليكون الفارس الأبيض أول فريق مصري يتمكن من الانتصار خارج دياره في نهائي قاري. واستهل الزمالك مشواره بنسخة عام 1984 بالإطاحة بفريق الصفاقس التونسي من الدور الأول، ثم إقصاء جورماهيا الكيني من دور 16،
كذلك إزاحة فريق ناكانا ريد ديفلز من دور الثمانية، وقلب الطاولة على جتزي أوزو الجزائري برمونتادا تاريخية قبل أن يعانق فارس إفريقيا الأول أميرته السمراء من قلب نيجيريا على حساب شوتينج ستارز. وضمت كتيبة الزمالك عددا ضخما من النجوم الذين ساهموا بقوة في دخول اللقب الإفريقي خزائن 100 عقبة للمرة الأولى في تاريخ النادي، وعلى رأسهم فاروق جعفر وإبراهيم يوسف وسعيد الجدي وعادل المأمور وحمادة عبد اللطيف ومحمد صلاح وأحمد عبد الحليم. كذلك ضمت لوحة الشرف كل من طارق يحيى وجمال عبد الحميد ونصر إبراهيم وكورشي. نشأ في عائلة رياضية زملكاوية تعشق القلعة البيضاء، فورث جينات حب الكيان الأبيض منذ الصغر. فالأب هو الراحل عزمي مجاهد، أحد رموز الكرة الطائرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر، وصار الابن على نهج وتميز وعشق والده للزمالك، وتربى داخل صفوف الناشئين والشباب بفريق الكرة بالنادي ليكون واحداً من أشد المخلصين للزمالك، أمير عزمي مجاهد. وارتدى أمير قميص الفريق الأول بالزمالك للمرة الأولى وهو دون 18 عاماً مطلع الألفية الحالية، قبل أن يخوض عدة تجارب احترافية خارج مصر، باوك وكالوني اليونانيين، ومع فريقي الشباب والتعاون في السعودية، كما لعب لصفوف كل من طلائع الجيش وحرس الحدود وغزل المحلة ومصر المقصة بالدوري المصري وغيرها من الأندية التي دافع عن ألوان قميصها داخل وخارج مصر. وكان أمير ضمن الجيل الذهبي للزمالك الذي توج بأشهر لقب دوري في تاريخ الزمالك في موسم 2003-2004. وأظهر أمير عزمي مجاهد وفاءً وإخلاصاً كبيراً خلال عمله كمدرب عام لفريق الكرة الأول بالزمالك، سواء في ولاية سويسري جروس أو في مهمته بجهاز الفرنسي كارترون. أمير عزمي مجاهد أحد الكوادر الفنية المميزة القادرة على خدمة الزمالك، والتي يفخر بها ويدعمها كل عاشق للنادي الأبيض. نرجع على حضراتكم تاني نستقبل احد اولاد نادي الزمالك، ويمكن ابناء نادي الزمالك المخلصين سواء هو او كمان يعني ورثها عن والده طبعا الراحل النجم الكبير كابتن عزمي مجاهد. برحب بامير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق وكمان مدرب السابق لنادي الزمالك. امير منورني كابتن. ابو هلال بنورك وسعيد ان انا معاك حبيبي. منورني والله ودايما بتنورني في قناه الزمالك. ربنا يخليك. مش عارف ابدا منين ولا منين. طبعا تاريخ كبير، وطبعا كابتن عزمي مجاهد الحقيقه ليه يمكن افضل علينا كلنا ومربينا طبعا، فلازم يمكن يعني نذكره بالرحمه يا رب والمغفره، لانه يعني من الناس اللي كان دايما مؤثرين سواء في مجلس اداره او كاب روحي لمعظم جيلنا سواء حتى في كل الالعاب مش بس في كره القدم. يعني طبعا بشكرك على الكلام ده، وزي ما انت قلت يعني هو كان عضو مجلس اداره وكان سكرتير عام النادي ومدير فني الفريق الاول الكره الطايره طبعا، بس يمكن هو من كتر وجوده في النادي فكان تعامله مع معظم الرياضيين في النادي واللعيبه، يمكن هو مثلا حتى لو مدرب طايره في الفريق الاول ولاعب ناشئ مثلا في الكوره عنده مشكله تلاقيه بيحلها له وعارف ده وعارف ده وعارف ده. فالله يرحمه يعني، وكفايه الحمد لله لما سيرته بتيجي الحمد لله الناس كلها بتتذكره بالخير، والله يرحمه ان شاء الله. واكون يعني اعمل جزء او اشتغل اللي انا يبقى اسمي يعني يبقى مرتبط بيه، ف الفترة دي انا واخدها في التدريب اللي انا بحاول ابقى على الاسم بتاعه واللي اسمه ما يتنسيش من عن طريق ان شاء الله في مجال التدريب يعني. يا رب. الحقيقة دايما يمكن بحس ان انت متأثر دايما لما بتيجي سيرة كابتن عزمي مجاهد، واعتقد اثر فيك بشكل كبير جدا فكره حب نادي الزمالك، وانك اتربيت انت من وانت عندك كام سنة بتدخل جوه نادي الزمالك ومتربي في كل شبر
في نادي الزمالك؟ اكيد ده فرق معاك بشكل كبير في التكوين وانك تبقى زملكاوي بجد يعني. والله بص يا اختي ابو العلا، يمكن هو النادي يعني نادي الزمالك انا مرتبط بيه من يمكن وانا عندي سنتين، يعني انا لما اتعلمت ازحف كان جوه النادي. بيتي اللي هو البيت المنزل ده بالنسبه لي مثلا ما كانش بقعد فيه اكتر ما بقعد في نادي الزمالك، يعني انا كان يومي كله مع والدي من صغري. يعني لو الناس قبل كده حتى فيديوهات في نادي الزمالك في قناه الزمالك في نهائي افريقيا مثلا في 87 و88 في الكره الطايره، انا كنت بنزل مع الفرقه وانا عندي 3 سنين. انت فاهم؟ فارتباطي كله او نشاتي بعيد اللي انا لعبت كوره في جوه النادي، فارتباطي من صغري مع والدي لما كان في مدير فني، وكان حتى يعني اكلي وشربي جوه النادي. انت فاهم قصدي؟ ويمكن انا حتى السكن بتاعنا جنب النادي ما فيش 5 دقايق، فكان ممكن بس المروح للبيت اللي هو مثلا تغيير لبسك وترجع الغدا وترجع. ممكن مثلا بنقعد في النادي من مثلا يبقى تمريننا في الناشئين 9 الصبح، نخلص مثلا او الماتشات اما بتتلعب بتخلص تاخد دش وتروح وترجع تاني النادي تلعب كوره بقى مع اللعيبه اللي اعضاء او اولاد المدربين. او فالنادي كان زمان يختلف عن الوقت بشكل كبير. فعشان كده زي ما قلت لك انا بتاثر يعني بعد وفاه والدي الله يرحمه، موضوع التاثير النفسي اللي انا زي ما قلت لك انا في المنطقه اللي انا قاعد فيها او يعني هو نادي الزمالك ووالدي والبيت، فاهم؟ فحاجه من دي نقصت. انت فاهم قصدي؟ فبقى الموضوع بالنسبه لي صعب، لكن زي ما قلت لك الواحد بيحاول زي ما اقول لك على قد ما يقدر، اللي هو يعني ربنا مدينا نعمه النسيان دي برضو نعمه من عند ربنا. بس في الاول والاخر عارف انت لما بتخش النادي تفتكر والدك. انا مثلا ممكن ماتش طايره اروح الصاله مغطاه تقعد كده شريط في قدام عينيك ووالدك واقف على الخط وكان مدرب وكذا ومش عارف ايه، تروح هنا في النادي تفتكر والدك كما كان بيقعد في الجنينه. فالدنيا بتبقى صعبه بالنسبه لي، لكن زي ما قلت لك هي دي حال الدنيا. وفي الاول والاخر برضو احنا اتنشأنا في النادي، وكان برضو انا محظوظ، ودي بالنسبه لي محظوظ على ناس كتير جدا، اللي انت والدك لما يكون بيلعب في النادي ومثل النادي وانت نفس القصه دي بتبقى مختلفه عن اللي انت مثلا تيجي تبقى لعيب لوحدك او بتبقى فالحمد لله على كل حاجه. الحمد لله طبعا. يمكن كمان من يمكن انا عايز احكي لك موقف مع كابتن عزمي مجاهد، يمكن انت ممكن تعرفوش. انا مره من المرات كنت في تونس على فكره، كان عندنا مباراه مش فاكر كانت مباراه ايه في بطوله افريقيا، وكابتن عزمي مجاهد كان رئيس البعثه. وانا كنت راجع من عمليه كتفي، كنت لسه يعني باهل وابتديت لسه في مراحل يعني هي بدايه ان انت ترجع تاني العوده للماتشات. وكابتن عزمي جاب مسكني هناك في حمام السباحه واصر انه يعمل لي تدريبات تاهيليه خاصه بان انا كان كتفي في مشكله، عملت عمليه ومسكني ساعتها في حمام السباحه وخلاني اعمل شويه تدريبات كبيره جدا جدا جدا. رغم ان هو رئيس بعثه لكن نزل معايا الميه واشتغل معايا بشكل فردي، وكان عمال يعلمني لان كان ساعتها عندي حوالي 22 سنه فعلمني او 21 سنه كمان، علمني ان انا لازم اعمل تدريبات معينه للكتف في الميه. في الميه بطريقه معينه. طبعا هو عنده خبره طبعا بالذات في كره الطايره والحاجات دي كلها، فبيبقى عنده معلومات عن الكتف يعني. ففي الوقت ده انا افتكر ان يمكن كان بيتعامل معايا مش رئيس بعثه، كان بيتعامل معانا ان هو كان ساعتها اب لينا، انا بالنسبه له احد ولاد قطاع الناشئين في نادي الزمالك، زيه زي امير من وجهه نظره او زيه زي اجيالنا كلنا. عشان كده بقول لك فكره الاب الروحي وفكره ان هو متمرس في نادي الزمالك، يمكن دي حاجه انا حبيت اذكرها طول عمري. انا عايز اقول لك حاجه، الكابتن ايمن منصور هو ربنا يديله الصحه. ايمن منصور لو تفتكر في فتره ظهره كان عنده مشكله كبيره جدا وسافر المانيا وبتاع. انا كان ساعتها كان والدي ماسك المنتخب المصري بيعسكره في المركز الاولمبي في المعادي، فكلمه قال له ايمن وهو حي ان يرزق وربنا يديله طول عمره، قال له تعالى انت عملت عمليه، كان عنده مشكله كبيره في ظهره. عايز اقول لك اللي هو كان يخلص تمرين منتخب مصر الطايره ويفضي نفسه كل يوم مع الكابتن ايمن منصور، مع ان هو ملوش دعوه يعني ملوش دعوه بالكوره، يفضي نفسه مع الكابتن ايمن منصور ساعه او ساعه ونص كل يوم رمل وسباحه وكذا وكذا وكذا. عايز اقول لك من الاسباب اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى رجع الكابتن ايمن منصور يلعب، ويمكن اول مشاركه ليه للكابتن ايمن منصور انا فاكر مش فاكر موسم ايه بعد الاصابه، كان اخر ماتش في الدوري وكابتن ايمن منصور نزل جاب جون الماتش ده. فهو زي ما قلت لك يا كابتن ابو العلا هو ما كانش بيحسبها انا عضو مجلس اداره وبتاع ليه، اللي هو لعب
ونام في النادي ونام في السكن في النادي، فعاش فعاش الدنيا دي. انا عايز اقول حاجه، هو كان بيتحكي لي يبقى رئيس بعثه تلاقيه شايل الكور عادي وداخل مع اللعيبه عادي. فهي في الاول والاخر خلي بالك بتفرق لما انت تكون مسؤول ولعبت الكوره وكانت الظروف صعبه معاك وجيت وشقيت وعملتها بدراعك والحاجات دي. ففي الاول والاخر اللي هو عاشه هتلاقيه بيديك جزء منه، او مثلا ايه هتلاقي الدنيا بالنسبه له سهله مع اللعيبه، اللي في الاول والاخر هو كان لعيب زيك وعاش نفس الظروف، لكن ما بيتعاملش معاك بقى اللي انا اقعده مجلس اداره وبتاع. ففي الاول والاخر زي ما قلت لك يعني مواقف كتير، انت قلت على مواقف كتير، فهو ده اللي كان طبيعته في نادي الزمالك مع اللعيبه ومع الاداريين مع المدربين. الموضوع كان ببساطه يعني. هو انا عايز اقول لك فعلا بعد 22 سنه او 23 سنه الموقف ده كانت 2001 او 2002 يعني. شوف انا فاكره بعد 22 سنه اثر فيا، ويمكن ادركته بعد السن ده، كنت ساعتها انا صغير ومش مدرك يعني رئيس البعثه، لكن معايا في حمام السباحه بيأهلني. طيب ميرو، لو دخلت بقى معاك على طول في التفاصيل والفنيات، قول لي شفت ماتش الذهاب هناك ازاي، ماتش نهضه البركان، لان انت تحديدا عندك خبره مع فريق نهضه البركان 2019 لما كنت مساعد لمستر جروس، والحمد لله حصلنا على البطوله من نفس الفريق، فاكيد انت عندك عين مختلفه ورؤيه مختلفه لانك عشت الموقف ده. فقول لي شفت مباراه الذهاب ازاي، وايه اللي ما عجبكش، وممكن نعمل ايه في ماتش العوده، واحده واحده. بص، يمكن انا انت قلت طبعا لما كنا موجودين في 2019 كابتن ابو العيله، هي كان نفس الاجواء، وانا يمكن قبل المباراه انا رحت الاستاد ده، قلت الاستاد صغير اول ربع ساعه، قلت ونفس اللي حصل معانا هناك في 2019، اول ربع ساعه ضغط جامد جدا من نهضه البركان، وهتلاقي الدفعه الجماهيريه وتلاقي الكره الثانيه والتحاماتهم وكذا. بعد ربع ساعه في الماتش بتاع 2019 احنا بدانا نلعب كوره واشتغلنا كويس وكل حاجه. هو الهدف الهدف جه في اخر دقيقه في المباراه، اخر دقيقه كان لابا كوجو اللي هو الفرويد بتاعهم اللي هو من توجو في الدقيقه 87 الشوط الثاني، لكن احنا يمكن ادينا المباراه. انا فاكر على فترات من الشوط الاول والشوط الثاني كنا متسيدين ووصلنا وضيعنا وهم برضو ضيعوا، فالماتش كان سجال بين الفرقتين. نادي الزمالك المباراه الاخيره كابتن ابو العيله، انا شايف احنا كنا متراجعين بشكل كبير قوي الشوط الاولاني، وانا في اعتقادي فرقه الزمالك عملت حساب كبير جدا لفرقه بركان، اللي انت النهارده ما تقعد ربع ساعه او تلت ساعه يخش فيه جونين ومش عارف تطلع بالكوره. في فرق في الكوره، ما انت اكيد لازم تحترم الفرقه، بس ما خافش من الفرقه او ما ادهاش حجم كبير اللي في الاول والاخر هتاثر عليا في الملعب. طب دي ايه؟ قله خبره. انا ما اعرفش، ممكن بص هو تحضير. لا هي بص يا كابتن بقول انا عشان نبقى صريح معاك، انت في كل ماتشات افريقيا في الكونفدراليه ممكن ما مرتش بالظروف او ما لعبتش الفرق اللي عندهم جمهور يعني انت النهارده حسيت ان انت في اجواء كونفدراليه بحق وحقيقي. المباراه النهائيه، انا على فكره ما بتكلمش على ماتشات الزمالك، انا بكلمك عامه في البطوله كانت احسن فرق الزمالك ونهضه بركان واتحاد العاصمه الجزائري، هم دول افضل ثلاث فرق، لان يمكن ابو سليم اللي لعبته من غير جمهور بالظبط، ولعبته في ملعب مش ملعبه بالظبط بالظبط، يعني كل البطوله انت من غير جمهور باستثناء ماتش دريم اللي هو اللي قبل النهائي. فممكن دي كانت عامل من عوامل اللي انت عارف اللي انت مش محضر، او انا مثلا مش عارف اللي هيبقى ايه الجمهور او الوضع ايه، خاصه اللي فيه لعيبه كتير اول مره تلعب نهائي. يعني انا في التشكيل الاساسي مثلا انا شايف زيزو اللي كان مثلا موجود، سيف الجزيري مثلا وزيزو وعمر جابر فتوح حمزه والباقي ممكن ما لعبش قبل كده نهائيات مع نادي الزمالك، يعني دونجا ما لعبش نهائيات مع الزمالك في افريقيا، حسام عبد المجيد، عواد انت فاهم، لا عواد ممكن يكون لاعب، لا لاعب يعني ممكن اربع خمس، شحاته ما لعبش، فسامسونج ما لعبش، ففي برضو بعض اللعيبه اللي ممكن اول مره بالنسبه لها الحدث اما شافوا الحدث. احمد حمدي فممكن دي اللي كانت عامله شويه، عارف اللي احنا يعني في زي حاجه كده حصلت مفاجاه، خدوا وقت على ما دخلوا، خدوا وقت عقبال ما دخلوا المباراه. معروف اللي شمال افريقيا وانت قاعد في بيتك الكور الثابته بيلعبوا الكور الثابته، التحاماتهم بتبقى قويه، بيجروا كتير وكل حاجه. زمالك الشوط الثاني توقيت الهدف اللي احنا جبناه كان مثالي، صح، اول دقيقه في الشوط الثاني دي تهمد اي فرقه. يعني انت النهارده لسه نازل بتقول راح الزمالك جايب جون، ده انا شايف اللي توقيته ادى ثقه لفرقه الزمالك، اللي انا عندي 45 دقيقه وجبت جون وعندي 45، فبدا لعيبه الزمالك تصدق اللي تقدر تعمل نتيجه ايجابيه
وحصل تراجع اللي هي بقى فريد بركان حاسس ايه ده الزمالك الوقت جه او الزمالك ده الزمالك انت فاهم. الزمالك اشتغل الشوط الثاني كويس بس زي ما قلت لك المباراه دي شكل تاني خالص ومباراه العوده هتبقى شكل تاني. خلي بالك بقى سيبك من الاعلام اللي يقعد يقول لك ده انت الزمالك هيكسب 3 و4 وماتش مش سهل. طبعا ليه اللي حصل معانا هنا برده في 2019 خلي بالك احنا رحنا برج العرب جمهور وانا متوقع ان الجمهور هيبقى في استاد القاهره نفس اليوم بتاع مجرب ساعات وان شاء الله مش هتحصل ساعات اما كابتن ابو لالا انت لعبت كتير جدا ساعات اما الملعب بيبقى مقفول والجمهور بتاع ده ممكن بيعمل لود على اللعيب بتاع الفرقه اللي الجمهور موجود. طبعا احنا برضو ماتش العوده في برج العرب لو شفت المباراه اول ربع ثلث ساعه بركان ضيعوا اتنين وشاطوا اتنين وانت بدات انا فاكر ابراهيم حسن شاط له واحده واوباما ضيع واحده انفراد حطها من فوق فبدانا برضو نخش الماتش متاخر لولا الحمد لله ربنا كرمنا بضرب الجزاء بتاعت محمود علاء كانت الامور ممكن تبقى صعبه. فبرضو هم لما جم هنا اشتغلوا على الهجمه المرتده حط في دماغك اللي من دلوقتي انا بقول لك هيلعبوا زون وهيتكتلوا خلي بالك انت هناك عايز يكسب ففتح الملعب وفتح الخطوط وبيهاجم من اول دقيقه استحاله يجي يعمل معاك هنا بس هيشتغل على المرتدات وعلى التحولات وهيشتغل على الكور الثابته اللي هم مميزين فيها. فعشان كده بقول لك مش عايزين النغمه اللي ماشيه اليومين دول مش خلي بالك انت برضو مش عايز اوصل كابتن اولا انا مبسوط اللي جمهور الزمالك النهارده يعني انا النهارده مكلمني 50,000 واحد تذاكر ده حلو جدا وكويس جدا وكل حاجه بس مش عايز النهارده ابقى رايح الماتش اللي وصل للعيبه او الجمهور يبقى وصل لها لا احنا رايحين الماتش سهل لا الماتش مش سهل الماتش صعب جدا عشان كده بقول لك هتلاقي طريقه اللعب بتاعتهم مختلفه شغل شمال افريقيا هتلاقيه موجود في الملعب معاهم مدرب كمان اشتغل هنا وعارف الاجواء هنا وعارف الملاعب هنا وعارف ايه اللي ممكن يبقى مؤثر وايه اللي ممكن فرقته تعمله كويس قدام عارف البطوله ممكن تاخدها ازاي بالظبط هو خد بطوله افريقيا فالمباراه فحته التصدير اليومين دول في الاعلام الزمالك خلاص كسب البطوله والزمالك بتاع انا مش عجباني وانا ما بتكلمش على مسؤولين في نادي الزمالك او اللعيبه لكن الجو العام اللي كل شويه لا دي فرقه سهله ده لا الفرقه مش سهله والماتش هيبقى مش سهل لكن لو الزمالك اشتغل كويس واشتغلنا الكره الطبيعيه بتاعت نادي الزمالك ومن اول دقيقه يبقى انت نازل خلي بالك برضو اللي ما عجبنيش الماتش الشوط الاولاني يا كابتن ابو العيله اللعيبه الشوط الاولاني كانت ريلاكس قوي يعني حتى في التحام خلي بالك الماتشات دي انت لعبت نهائيات كتير الكره الثانيه والتحاماتك واللي انت تموت نفسك بتفرق معاك يعني ممكن انت الماتشات دي ما تبقاش ماتشات كوره ماتشات روح وماتشات ضغط وماتش فبرضو الشوط الاولاني في مباراه الذهاب ما كانش عاجبني الحاله اللي هي بتاعه الغل في الملعب لو انت ما غلتش هنا من اول دقيقه واشتغلت على الكره الثانيه والتحاماتك بقت قويه مع الفرقه دي الموضوع هيبقى مش سهل على نادي الزمالك. ده يفكرك بطارق حامد فاكر لما كان ماتش ماتش النجم الساحلي اما اخر دقيقه راح طاير مطلع الكوره. لا وفي ماتش تاني لما يمكن النهائي لما كان اتعور ومش عايز يخرج اتعور ومش عايز يخرج نوعيه اللعيبه دي وانا بقول على فكره عايز اقول حاجه احنا خدنا بطوله الكونفدراليه دي صدقني والله طبعا الراجل اشتغل فني كتير وكل حاجه بس صدقني الروح بتاعه اللعيبه خاصه لو تفتكر يا كابتن ابو العلا احنا مرينا بظروف في البطوله دي صعبه جدا صعبه جدا احنا كنا بونت حراسه المرمى بونت واحد لا لا احنا كنا بونت في المجموعه رحنا ربنا بترو اتليكو احنا رايحين من غير طارق حامد ومن غير تقريبا محمود علاء ورحنا هناك والناس قالك احنا طلعنا ربنا كرمنا بجون حميد احداد خدنا الثلاثه بونت جينا هنا كسبنا جرمان رحنا لعبنا نصر حسين داي كنا لازم نتعادل عشان نخش في بتاع صدقني الظروف اللي احنا مرينا بيها دي هي دي اللي ادتنا البطوله. الحاجه الثانيه لما المدير الفني انا افتكر موقف لما تعادلنا مع بترو اتليكو وما تعادلوا معانا كنا كسبين 1-0 وبكده هم تعادلوا معانا وكل الناس طلعت قال لك خلاص كل سنه وانت طيب انا في القاهره في برج العرب في مصر يعني فانا ساعتها كنت قاعد مع الراجل في المؤتمر كان احمد شعبان المترجم كان عنده حاجه احنا كنا مغلوبين واحد واوباما اللي تعادل لا كنا مغلوبين واحد واوباما تعادل فالراجل انت عارف احنا انا داخل المؤتمر انا اللي هترجم انا مش عارف اقول ايه لقيت الراجل وهو بيتكلم بيقول لك احنا الوقت يعني حتى دي معروفه او في فيديوهات اللي احنا لازم الفتره الجايه نتحد وانا لسه عندي ثقه في الفرقه وكل حاجه عايز اقول لك انا راجع انا ليا موقف
في انت عارف الاوتوبيس بيسافر بتاع الفريق وبيبقى فيه عربيه صغيره اللي بيبقى فيها الادوات وبتاع. فانا راجع انا وميلا وابراهيم اللي هم المسؤولين مهمات، وكان جنش وشكله طارق حامد، يعني كان في ثلاث اربع لعيبه وانا قاعدين وبتاع. فوقفنا في بنزينه عشان نحط بنزين وبتاع، فاحنا مش مصدقين يا جماعه ده كده خلاص، يا نهار اسود، ونبص على ترتيب البتاع، ونبص كمان على الفرق اللي معاك جورماهيا. فعايز اقول لك اللي احنا واحنا راجعين في الطريق مش مصدقين اللي احنا وصلنا، اللي احنا عندنا بونت واحد، انت فاهم قصدي؟ وسبحان الله واحنا مشيت معانا والدنيا بتاع، لكن زي ما قلت لك الروح كان عليها عامل كبير جدا في البطوله دي. طبعا. طب هل كانت انت شفت ماتش الذهاب وفريق نهضه البركان، هل الظروف مشابهه؟ هل الفريق نفس الفريق او نفس الشكل او الاجواء واحده؟ لان اكيد طبعا الفريق اتغير من اربع خمس سنين، مش عايز اقول لك نفس اللعيبه، في منها جزء اكيد موجود ولا، بس هل نفس الظروف، نفس جوده اللعيبه، نفس تقل الفريق؟ يعني شفت فريق نهضه البركان بنفس المستوى؟ لا، انا عايز اقول لك حاجه، هم كانوا فرقه 2019 كان عندهم واحد اسمه عمر النمساوي بيلعب باك رايت، ده بيعمل اوفرات ما بيهزر. كان عندهم لما كوجو الفيرود ده راح العين الاماراتي، كان عندهم واحد اسمه النمساوي تقريبا رقم 10، ده اللي هو رقم 10 كان بيلعب 10 كابتن فرقه. لا كانت فرقه 2019 بتاعت بركان جامده جدا. بس هو ستايل اللعب ايوه واحد، جماهير الحضور، الجماهير الحاجه الثانيه، الكور الثابته تاني حاجه، حته التسديد. يعني خلي بالك هم في المباراه دي برضو بعد ما احرزنا في الهدف في اكتر من فرصه، هم الكرة اللي جت في العرض بالظبط. فهم ممكن ستايل اللعبه كابتن ابو العيله قريب شبيه، لكن جوده اللعيبه من 2019 دلوقتي، لا الفرقه الثانيه كانت جامده جدا، كانت اتقل. لا كانوا جامدين جدا جدا جدا. يعني عايز اقول حاجه، لما كوجو ده هنا في استاد برج العرب، لا حاجه فرود غير طبيعي. بعديها انا بقول لك راح العين الاماراتي مكسر الدنيا وبتاع. عايز اقول لك اللي هو في ماتش العوده هنا كان بس بيتحط له الكره في مساحه كان بيجري وبتاع، لكن زي ما قلت لك. وبرده اللي انا عايز اقوله لك، في وقت من الاوقات مش لازم تبقى الفرقه احسن حاجه عشان تاخد بطوله، فاهم يعني؟ هم ممكن ما يبقوش زي 2019، بس فرقه بتعرف تلم نفسها، تعرف تخطف ماتش، تعرف. وخلي بالك في الاول والاخر، سواء يعني قلنا الزمالك البركان زي 2019 او بتاع، هي في الاول والاخر هي فرقه وصلت نهائي بطوله قاريه، لا اكيد تبقى المره الرابعه في خمس ست سنين بالظبط، واخدين البطوله دي مرتين. يعني بعد 2019 هم خدوها 2020، وهم مميزين في البطوله دي. في الكونفدراليه هتلاقيهم وصلوا مرتين ثلاثه نهائي، خدوها مرتين تقريبا او مره. فهم فرقه متمرسه زي اشبيليه في اسبانيا، سيفيليا في اسبانيا، خدوها كاس اتحاد اوروبي معروف اللي هم بياخدوه كل سنه، ممكن يبقى ترتيبهم في الدوري مش احسن حاجه بس بياخدوه. فهم فرقه متمرسه في البطوله بتاعه الكونفدراليه. اخر خمس ست سنين واصلين اربع مرات يا امير، يمكن وصلوا ثلاثه، خدوها منها مرتين ومره خسروها مننا بصعوبه بالظبط. 2019 دي المره الرابعه بالظبط ليهم، يعني اربع مرات من 2019. فدي حاجه ما فيش فرقه بتوصل اربع نهائيات في خمس سنين بالصدفه. بالظبط. لا وخلي بالك كمان، يمكن الاستاذ طارق رضوان الاعلامي الكبير كان معايا وقال لي خلي بالكوا يا جماعه، الفريق ده لم يخسر الى الان في بطوله الكونفدراليه، وقال لي فرقه استقبلت اهداف. فزي ما بقول لك يعني فلسفه الخساره مش موجوده عندهم، مش موجوده. خلي بالك دي نقطه خطيره، نقطه مهمه بالظبط. وانت خلي بالك برضو، عايز اقول حاجه، انت سيبك من قصه الهدف والهدفين والقصه دي، هي في الاول والاخر 90 دقيقه هم كسبوا الزمالك في مباراه الذهاب. فده يقول لي في الاول والاخر، يعني ما تدينيش احساس اللي احنا كسبنا. لا، هي فرقه كسبتك. انت في الاول والاخر انت عندك فرصه اللي هي اللي انت ربنا كرمك بهدف هتكسب بطوله. بس عايز اقول لك على حاجه برضو، انت لو حطيت في دماغ من دلوقتي اللي انت انا نازل اكسب، لا الفرقه زي دي لازم بتكسب واحد واثنين وثلاثه، اللي في وقت والاوقات 90 دقيقه موضوع 1-0 ده كابتن ابويا هيبقى صعب. وخلي بالك وارد خلال 90 دقيقه اللي انت مش لازم اول، يعني ممكن اول ربع، ممكن الشوط الاولاني يطلع 0-0 زي ما حصل معانا في برج العرب، الشوط الاولاني 0-0 فالجون بيجي خلال 90 دقيقه. فبرضه مش عايزين نقول اللي عشان احنا محتاجين هدف فننزل متصربعين وفاتحين ملعب وبتاع لا قدر الله. الاولويه عدم دخول هدف فيه بالظبط كده، دي مشكله كبيره جدا. انا بلعب دلوقتي اللي انا عايز اجيب جون، لكن ما بصش بقى اللي انا ايه عشان عايز اجيب جون فافتح الملعب وبتاع. وفي الاخر انت عارف اللي في وقت من الاوقات ممكن تبقى انت ضاغط ولا قدر الله تستقبل. وخلي بالك هم نادي الزمالك، احنا برضو بنتكلم يا كابتن ابو علاء في نقطه مهمه جدا، احنا عندنا مشكله
في التحولات اي تحولات هجوميه عليك. يعني برضو خلي بالك دي من في كوره انا شفتها بتاعت سيف الجزيري، كان هو في منطقه الجزاء بتاعت نهضه البركان وجري حوالي مسافه 90 متر وهو اللي اتزحلق، الكره اتلعبت بالعرض، كان واحد داخل يشوط وهو اللي طلع، يعني الفرو بتاعك هو اللي رجع. نادي الزمالك عنده مشكله في حته التحولات الهجوميه عليك، يعني خاصه اول ما بتخسر الكوره بالظبط. يعني انت ممكن يكون ليك ضربه ركنيه وانت في وضع هجومي ممكن في ثانيه تلاقي الكره عند، فخلي بالك برضو اللي هم هيشتغلوا على النقطه دي، اللي هم هيجوا يدافعوا ويشتغلوا على التحولات الهجوميه، فلازم نبقى مركزين 90 دقيقه ما نتفرجش على الكوره. زي فرق كتير ساعات بتلعب الزمالك الفتره الاخيره تسيب لها الاستحواذ، يعني تسيب الزمالك الاستحواذ تماما وبيلعب بس على فكره ان الزمالك يخسر الكوره. بالظبط، ياخد الكوره ويلعبها طويل وفي مساحه وتجري، ودي حصلت معاك في ماتش الجونه. ماتش الاهلي في الجول الثاني على فكره في نهائي كاس مصر بالظبط كان نفس الكوره، وماتش الجونه مرتين. في كورنر، ده في كورنر كان معانا جت عليه، فزي ما بقول لك ماتش برده فيوتشر انت الكوره كانت معانا والتحول حصل وراحوا جايبين فيه الجول. فعشان كده بقول لك لازم يبقى الحذر للفرقه دي، انا بقول لك من دلوقتي هتيجي هتترص في نص الملعب هيقفلوا كويس عشان يشتغلوا على المرتدات اللي هي هتشكل خطوره على نادي الزمالك. طب انا دلوقتي السيناريو ده امير العب الماتش العوده ازاي؟ لان تشكيل ازاي؟ اقسم المباراه ازاي؟ لان انا وجهه نظري تقسيم المباراه مهم جدا جدا طبعًا. جدا مع فرقه ما عندهاش فلسفه الخساره، ما خسرتش قبل كده، فاقسم المباراه ازاي عشان ما ادخلش في جانب استعجال؟ التشكيل يبقى شكله ايه؟ عارف تقسيم المباراه ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، انت طبعا برؤيتك شايف ان اقسمه افضل تقسيمه تبقى ازاي؟ بص، اولا على موضوع التشكيل برضه انا عايز اقول لك على حاجه كابتن مولي. اي مدرب اجنبي او معظم المدربين الاجانب ما بيلعبوش كتير في التشكيلات في اي مباراه نهائيه. يعني النهارده عشان تقول لي الاربعه اللي ورا ممكن يدخل واحد ويدخل واحد، دي انساها، مفيش الكلام ده. سيبك، احنا ممكن نقعد نتكلم 100 سنه في التلفزيون وانت تقول وجهه نظرك اللي ممكن عمر جابر يتزق في نص الملعب او طرف، لا مفيش، خاصه خط الدفاع ده استحاله، هو ما بيلعبش فيه الحقيقه. وانا بقول لك استحاله. انت فاهم القصه الثانيه برضو، انت عندك مشكله، يعني انا شايف ان ثبات التشكيل مهم جدا والراجل بيثبت تشكيله، واستحاله ان انت تبقى ماشي خمس ست ماتشات وهيجي في ماتش مثلا هيروح مغير. انت مشكلتك دلوقتي في مركز واحد اللي هي الهاف شمال، طرف الشمال مكان مصطفى شعبان. احنا مختلفين، مره اللي هيقول لك انضاي، ومره اللي هيقول لك سامسونج، ومره اللي هيقول لك اوباما، فاحمد حمدي يطلع بره. فهي في الاول والاخر اللغط او كل علامات استفهام في مركز واحد اللي ممكن كل واحد ليه راي. طب مش ممكن الطريقه تتغير؟ لا، صعب جدا، صعب. بص يا، خدها، المدربين الاجانب هم بيبقى عندهم السيستم واحد، طريقة تتغير دي بقى مثلا لا قدر الله لما يبقى عندك اصابات مثلا كتير، ظروف قهرية. ظروف قهرية. فأنا بقول لك العشرة هيبقوا موجودين هم، وهتلاقي بقى هي حتة التغيير في الحتة. برضو خلي بالك أوباما، يعني أنا سمعت الكابتن وائل كان بيتكلم وبتاع، برضو خلي بالك أوباما بقى له فترة كبيرة جدا، حوالي شهر، شهر ونص. تمام. الحاجة التانية، الماتشات النهائية أنت لعبت نهائيات كتير، ضغط يعني لو أنت مش فت 100% الموضوع هيبقى صعب على اي لعيب. ودي حصلت لو تفتكر مع الكابتن مؤمن سليمان في النهائي ايام سان داونز، هنا اما احنا كان عندنا غيابات هنا، نص الفرق الشوط الثاني معظم الناس ما كانتش بتلعب، هتلاقي اللي جاله شد واللي جاله كرام، فالنهايات هيبقى صعب جدا، مدربين الاجانب تغير. فعشان كده بقول لك مش هتختلف، هتلاقي سامسونج، اما هتلاقي انضاي، هو اللي ممكن يبقى في الحته دي. حته تقسيم المباراه دي مهمه جدا أوي. بس الاهم من تقسيم المباراه، انا برضو لازم اشتغل على نقاط الضعف اللي عندي نهضة البركان. يعني انا لازم النهاردة الطبيعي هو معاه الناس بتاع التحليل هيشوف ايه نقاط الضعف. يعني انا في وجهة نظري انا قلتها، كان هما بيلعبوا ماتش في الدوري قبل ماتش الزمالك، الحارس المرمى بتاعهم نفس الهدف اللي سيف الجزيري جه فيه، نفس الكوره كان واحد شايطها، هو عنده مشكله في الحاجات السريعه اللي على الارض. يعني سيف الجزيري الكوره بتاعته اتحطت بدماغه على الارض، عارف انت البند اللي بيتعمل دي عنده مشكله فيها. انت فاهم؟ فلازم النهارده نشتغل على الحته بتاعه التسديد اللي هو في مستوى معين، مش اللي هو التسديد وخلاص. الحاجه الثانيه، انت النهارده انا شايف هم عندهم في الحته اللي ورا عندهم بطء، يعني عندهم الراجل بتاع بوركينا فاسو ده لعيب كويس في الكوره العاليه اللي هو دخل حط ضربه الجزاء، لكن عنده، انت عارف لما بيبقى عندك مدافع كابتن ابو العيله الطول بتاعه مثلا 195، هو ده الراجل ده طويل جدا. فما شفت الماتش، خلي بالك برضو انت استاد القاهره غير استاد بركان، استاد القاهره
شوارع يعني فاهم، هتلاقي المساحات كبيره، فهم في الحته اللي ورا الاثنين عندهم بطء، فلازم نشتغل اللي الكوره ازاي تيجي في مساحه في ظهر الناس دي اللي انت تقدر تضرب فيها خط دفاعهم. هم ميزتهم كلهم انا شايف في الراجل اللي هو الطرف اللي لعب على فتوح رقم 7 اللي هو كان عامل قلق الشوط الاولاني ده، لعيب كويس كان رامينو على فتوح، واضح ان هو برضو ماني شعباني عارف فتوح لو زاد هيعمل له مشكله بالظبط. والحاجه الثانيه برضو انت برضو فتوح وفتوح انا في وجهه نظري ما كانش في اعلى مستواه او مش في قمه مستواه، لكن برضو هو لعب على نقطه يوسف الفحلي ده لعيب كويس وياخد الكوره وبيحجز وبتاع وخد ضربه، هو اللي خد ضربه الجزاء وبتاع. فانا من النهارده لازم ازاي اعرف ان انا اوقف الراجل ده اللي انت في هنا برضو زي ما قلت لك كل ما المساحات هتبقى واسعه في عندنا في نازبك هتلاقي واحد زي ده راح واحد على واحد، لكن هي برضو في الاول والاخر انا بلاعب فتوح لازم يبقى ليه مسانده دفاعيه. يعني انت مشكلتك برضو سامسو لعيب كويس وكل حاجه، بس هو في الاول والاخر يا كابتن هو بالظبط هو راس حربه. فالنهارده لازم اللي فرق مع فتوح اللي ما كانش فيه مسانده دفاعيه معاه، فاشتغلوا اتنين عليه واشتغلوا ثلاثه عليه، نفس القصه اللي كان عمر كان معاه زيزو فكانوا قافلين الحته دي كويس. الحاجه الثانيه هم عندهم مشكله في الكورسات العرضيه، يعني عندهم التمركزات مش كويسه، خاصه برضو انا بقول لك ما اتفرجت عليهم يمكن نادي الزمالك ما عملهاش الماتش ده كتير. انت عارف لما بتوصل وبتعمل الكوره اللي هي القد باص اللي هي التحت دي بالظبط دي هم عندهم مشكله فيها، بس احنا برضو ما اشتغلناش الماتش. عارف يا امين انا موضوع ان نلعب على الاطراف ده مجنني، الزمالك قوته هتبقى اكبر بكتير لما يلعب على الاطراف، في ماتشات كتير معظمها اللي خسرناها وتعادلنا فيها هتلاقيها كلها عشان من قلب الملعب من قلب عمالين بنلعب من قلب الملعب وبنستهلك وقت على الفاضي وبنضيع مجهودنا على الفاضي رغم ان الاطراف فاضيه، وانا ببقى هتجنن يعني لو انا عندي اشتغلت على الاطراف بشكل مركز هعمل مشكله لاي فريق لاي فرقه، بالذات لما يكون عندي لعيب زي سيف الجزيري، لعيب زي دونجا يقدر يكمل ورا الهجمه، لعيب زي زيزو يقدر يبقى عنده حل يشوط، في لعيبه عندها حلول لو اشتغل ناصر منسي لو نزل، فعندي لعيبه تقدر تشتغل جوه ال 18 لو او القدمون من الخلف زي شحاته ولا زي حمدي ولا الناس اللي بتكمل في ال 18 فاللعب على الطرف يفرق. خلي بالك انت ميس الزمالك زي ما انت قلت، انت بس هو ميس الاستحواذ اللي الراجل بيعمله، انا بستحوذ في منطقه عشان افضي المنطقه زي ما بقول لك اللي انا امسك الكوره احطها الناحيه الثانيه، لكن انت النهارده ما انت برضو انت بتتكلم في نقطه مهمه، لو انت اشتغلت الماتش اللي جاي اللي انت مصمم تخرم من القلب مع التكتلات مش هتعمل تضييع وقت بالظبط. لكن انت النهارده هي ميس الزمالك ايه الفتره اللي فاتت او في ماتشات كتير اللي انت ما بتشتغل زي ما بتقول على الاطراف، ما بتشتغل مع زيزو ناحيه اليمين وبتشتغل ناحيه الشمال مع مصطفى شلبي مع فتوح، انت قوه الزمالك في اطراف الملعب خاصه اللي انت اصلا راس الحربه بتاعك ستايله اللي هو بيلعب بايه؟ بيلعب بدماغه، فمثلا انت جبت الجون، انت جبت الجون منين؟ كروس بس عشان كده كروس ميت كمان كروس ميت وايه؟ وممكن من الكروسات القليله اللي اتلعبت فين؟ في الماتش. تخيل بقى لو بتعمل بشكل منظم وبشكل كمان فيه خطوره اكتر وبتوصل اكتر من على الطرف وبتعمل مثلا اربع خمس كروسات لواحد زي الجزيري ومعاه كمان لو نزل ناصر المنسي. انت بتتكلم في نقطه مهمه عشان كده بقول لك لازم الماتش الجاي تقسيم الملعب تقسيم الماتش كويس جدا، لازم هعرف اضغط من قدام امتى؟ لازم هتراجع امتى؟ هشتغل برضو على الكور الثابته ازاي؟ استحوذ امتى؟ استحوذ امتى؟ الاستحواذ برضو الايجابي، يعني انت الماتش اللي فات رغم اللي انت الشوط الاولاني كنت وحش بس انت استحواذك كان اكتر، فده معناه ان انت استحواذك بلا ايجابيه. الشوط الثاني جبت جون يبقى استحواذك كان ايجابي، فبرضو هي برضو في الاول والاخر في وقت من الاوقات يا كابتن ابو ليلى هو الاستحواذ كويس بس بعطل ساعات، يعني في وقت لازم واحده الثانيه والعب لقدام، لكن التدوير كتير دي مع فرقه هتيجي توقف لك في نص الملعب هتاخد وقت فالموضوع ممكن يتصعب عليك. طب انت ذكرت حته مهمه جدا ان مش حته برضو سامسو ان حته الشمال لو لعب حتى احمد حمدي مش حتته بيبقى ممكن ما فيش جبهه مع فتوح، طب انا احل دي ازاي؟ مين اللي يشتغلها بقى عشان نقدر نخلق جبهه، نقدر نخلق اختراق من جبهه الشمال فتوح؟ على فكره لو فتوح معاه حد يعرف يسند عليه فتوح هيبقى ليه ادوار هجوميه اكتر من كده ومفتاح لعب مهم. بص هقول لك على حاجه، هو انا في اعتقادي انضاي ممكن يلعبها بس انا مشكله لما بتلعب اتنين بنفس الرجل على الخط يقفلوا على بعض الوحيدين اللي عملوها في مصر كان طارق السيد وطارق السيد هما اللي عملوها وانت اما ساعات كنت بتخش كنت بتعملوها كويس، من ساعتها يعني قليل اول ما تلاقي واحد باك شمال بيلعب معاه بواحد بشماله يعني او ممكن ناحيه اليمين اوكي، لكن زي ما اقول لك هو الوحيد اللي ممكن يعملها جاهزيته هو انضاي، اللي هو انضاي برده عنده ميزه اللي عنده سرعات، انت خلي بالك برضو انت محتاج سرعات الثلاثه اللي قدامنا، هي مش كل حاجه برضو انت هتاخد الكوره عشان تحط النضاي ففتوح يرفع فعشان يعمل لك الكروس، عايز شكل مختلف عند واحد من يعني انا مثلا انا ارشح متيابه مثلا
حاجه كده شكلها مختلف خفيفه. بص يعني. بص يا ابو ليلى، هو لعيب كويس كل حاجه، بس يعني ماتش الاهلي اما لعب هو عجبني في نقطتين. ايه؟ عنده ميزه في الادوار الدفاعيه بيعملها كويس، وفي وقت من الاوقات بيقفل الزاويه بتاعه التمرير كويس. يعني خلي بالك لعيب تكتيكي، في لعيبه كتير في مصر كبيره جدا ما بتعرفش تعمل البتاع دي، بس هو اما بيلعب على الاطراف يعني خلي بالك انت برضو انت بتحتاج ايه من طرف؟ محتاج يعمل كورسات كويس، ياخد واحد على واحد، حته التصويب. اما لعب ماتش سموحه انا شفت يعني هو بيحب يلعب الكوره في الرجل اكتر ما بيلعب مساحات وجري وكل حاجه. فانا في اعتقادي هيلعب يعني الانسب بوجهه نظري يانداي يا اما سامسونج، ما انت ما عندكش حل تاني. او يقسم يعني او الجزيره شمال وسامسونج فرقه. لا الجزيره شمال يبقى انا خسرت مركزيه. ما انا خلي بالك انا خسرت مركزيه. ما انا هقول لك على حاجه، بس انا هقول لك على حاجه، هو خلي بالك هو مش هيعمل كده، انا بتكلم على وجهه نظر. بس خلي بالك انت لو ترجع الجزيري اصلا اصله مش فيرود، اما كان في المقاولين العرب بيلعب شويه طرف، كان بيلعب طرف. بس انا عايز احل الموضوع، بس انا بقى اللي بقول لك القصه احنا قاعدين نتكلم ونروح ونيجي، هو هيبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه ماتش. انا كمان حته الجزيري تحديدا دلوقتي ما خسرش مركزين، عارف لما يكون عندي يعني مثلا مسلوسي هايف في السيرد باك وهو اصلا باك رايت، مش هعمل لخبطه مثلا بكره واحل مسلوسي باك رايت عشان انا لخبطت مركزين. صعبه صعبه لخبطت مركزين. انا بقول لك يعني بقول حل، بس انا في الاول والاخر انا بقول لك احنا يعني البرامج كلها هتقعد تتكلم مين بتاع، انا بقول لك في الاول والاخر الاجانب هم كده، هتلاقي اللي بدا بيه ماتش الذهاب هيبدا بيه ماتش العوده. طب سيد نيمار ممكن يبقى في الخطه. بص يا ابو العيله برضو يعني انا جبت لك ناس من بعيد. بص انا توقعاتي المشكله هم حوالين ايه؟ المشكله هم يعني خلي بالك انا معاك ايه بتدور حوالين مين؟ نيمار لا اقول ابراهيم انضاي سامسون نيمار ده اللي الراجل قال عليه نيمار ترافيس متياب الا بقى الواد حمدي ناحيه الشمال ولاعب اوباما مثلا. لا صعب انا بقول لك صعب يطلعه من الملعب وصعب يجيب اوباما من انا لخبطت مركزين برضه. بص هو خلي بالك انت خلصت يوم حد هتلعب يوم حد فاللي انت تبقى عارف بقى مين جه. خلي بالك التمرين ده حاجه والماتشات طبعا حاجة. انا بقول لك هي هتبقى نفس الشغل، هتلاقي سامسونج ناحيه الشمال والشوط الثاني ممكن تغيرته بنيمار بقى او بنضاي او حاجه، لكن حمدي في قلب الملعب. حمدي في قلب الملعب مع كده على كلامك بقى مع دونجا وشحاته. مع دونجا وشحاته صح، وزيزو ناحيه اليمين. وزيزو ناحيه اليمين وجزيري فيرود قدام. هي نفس هي نفس مش ما فيش مش هيبقى في. خلي بالك احنا يوم ماتش 2019 كان عندنا مشكله. حمدي النجاس كان موقوف وعمر صلاح ما بدا كمان. لا سيبك بقى من ماتش العوده هنا. كان حمدي النجاس موقوف كان واخد كارتين، فالناس كلها جت قالت ايه الطبيعي مين اللي هيبدا؟ حازم امام هو اللي هيبدا. فما قعدنا نتفرج احنا خلي بالك الفتره دي بركان كانوا بيلعبوا الثوابت يا ابو العيلة، اقسم بالله ما بيهزروا. ثوابت بقول لك ايه بيعملوها وهددونا اكتر من المفتاح. وانا دي متفرج في الفيديو بتاع، فاحنا كنا مركزين الملعب، بس احنا مركزين في ايه؟ في الثوابت. واحنا الفتره دي ما كانش عندنا الاطوال، يعني كان عندك عبد الله جمعه وحازم وطارق حامد ومحمد ابراهيم وزيزو اللي هو محمود عبد العزيز واحمد سيد زيزو واوباما، يعني كان عمر السعيد هو اللي ومحمود علاء والونش، هما دول الثلاثه الشساهات زي ما بيقولوا. فاحنا قاعدين كده فالراجل بيتكلم فبيقول للثوابت، قلت له بص انا عندي وجهه نظر، انا مش عايز حازم امام يعني يزعل مني يعني خلاص البطوله خلصت. فقال لي ايه؟ قلت له انا شايف ان احنا محتاجين نجيب جول، بس في نفس الوقت احنا موضوع الثوابت ده هيبقى عندنا مشكله فيه كبيره جدا. فقال لي انت، هو الراجل برضو كان في عارف اللي هو بياخد راي يعني بتقول رايك وساعات ايه انت بتقول وخلاص، ممكن بقى ايه ياخد رايك وممكن ما يتكلمش ما يديش اي كومنت. لا بس جروس كان بيحبك. هو كان بيحبني بس عارف ان في وقت من الاوقات تقول له حاجه يروح حازز دماغه خلاص انت كانك ما قلتش حاجه. فقلت له انا عندي وجهه نظر. قال لي قول. قلت له انا شايف محمد عبد الغني يلعب باك رايت. فقال لي ليه؟ قلت له اللي انا النهارده ما يبقى عندي عبد الغني ومحمود علاء والونش هم ميزتهم في الكور الثابته، فاحنا عايزين اطوال وقاعدين في الاول والاخر انا عايز اجيب جون، وفي الاول والاخر لو اشتغلنا من ناحيه عبد الله جمعه ووقف عبد الغني. اول مره بقى الراجل عارف اللي ايه بقى، قال لي جود ايديا ومش جود ايديا ويس جود مش عارف. فانا قلت برضو ايه طيب خاطري انت فاهمني، وراح بادئ بعبد الغني انت فاهم. ففي وقت من الاوقات ممكن يعني ممكن الراجل تطرق عليه فتره يعني فكره، لكن عشان بقى اغير في شكل الليله كلها الموضوع هيبقى صعب. عشان كده بقول لك
نفس التشكيل. حتى لو فريق رياضة البركان حافظ حافظ التشكيل بتاعك، خلي بالك برضو انت برضو انت ما كنتش في حالتك 100%، يعني انت برضو لو بالتشكيل الراجل بدأ بيه ده وفي حالتهم 100% وبتاع، لا انت هتبقى اتقل. يعني خلي بالك، ما هو سامسونج مثلا ماتشات اللي عمره ما لعب 9.5 كتير، يعني مع الزمالك الراجل حطه في ماتش دريم دريمز كان كويس قوي، كان كويس قوي. انت فاهم قصدي؟ لو وحش كان اسالك ايه ده ومش عارف ايه. فهي في الاول والاخر بتبقى حاله اللعيب وبرده الثبات الانفعالي وازاي بتحمل الضغوط وماتش نهائي وبتاع. لكن في الاول والاخر انت لو جبت اي حد من القايمه يوميها مع الجمهور اللي هيبقى موجود والاجواء، هيبقى عايز ينزل يموت نفسه. بس الماتشات دي انت قلت حاجه مهمه برده، التحولات. ودي خليني احط 100 خط كده وانبه دونجا مع شحاته مع قلبي الدفاع. فكره ان انا وانا معايا الكوره ما اسرحش، اول ما افقدها لا قدر الله مشكله كبيره، ما اتفرجش على الهجمه. لان انا المنطقه دي تحديدا لو ما قطعناش الكوره بسرعه وانا في حاله هجوم فبتشكل عليها دايما خطوره. بالظبط. في نقطه تانية برضو، وانت برضو يعني لازم، معلش انا اسف، لازم، انا مش عايز اقول كلمه تقيله، بس لازم يبقى في ذكاء. شوف يا عم، عطل اللعب بفاول تكتيكي، انت فاهم؟ فاول يعني. خلي بالك، امسك ماتشات الزمالك كلها في الدوري، قليل جدا اي تحول الزمالك يعمل فاول. مش هتلاقي فاولات كتير. ده انت ده دي حاجه اساسيه الف به في التحولات، اللي انا اعطل الهجمه بفاول واقف قدام الكره عقبال ما زمالي يعملوا ايه يرجعوا. لا، لكن انا ما اقعدش اجري ورا بتاع. انت قلت نقطه مهمه جدا، انت الكوره معايا. في وقت من الاوقات المدربين كانوا يقولوا لنا ايه؟ والكوره معاك ما تتفرجش على الهجمه، مالكش دعوه، خليك مع مين؟ قريب من الراجل، ما تقعدش تتفرج وتبقى سرحان. دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه، في وقت من الاوقات والهجمه بتاعتنا عند مرمى الخصم ما ينفعش يبقى المساحه كبيره. يعني كل ما المساحه كبرت، كل ما المساحات وسعت، كل ما انت الموضوع لكن انت طول ما المساحات ضيقت، انت لازم تقسم الملعب. لو الفروت بتاعك عند مثلا نقطه البلن، لازم الديفنس يبقى فين؟ على خط نص الملعب. طب الفروت بدا يرجع، يبقى انت بتشتغل مجموعات، يعني بتشتغل بالمساحات. لكن ما ينفعش النهارده الفروت يبقى كده، انت مثلا بتهاجم هجمه والديفنس بتاعك واقف ورا. طب ما المساحه، كل المساحه دي هيحصل منك ايه؟ هيحصل تحولات. دي بيسموها عمق الفريق. بالظبط كده. دي نقطة خطيرة جدا. اللي انت بتقيسها من الفرويد للسيرد باك. كل الخطوط موجودة في كام ياردة؟ بالظبط كده. الحديث كله في كرة القدم من 30 ل 40 ياردة. بالظبط. سواء في الحالة الدفاعية أو في الحالة الهجومية. من 30 ل 35 كمان ياردة. صح. اللي هما مع بعض، لكن أما يبقى يعني خلي بالك، الماتش اللي فات الشوط الأولاني، في وقت من الأوقات أنت بتمسك الكورة مش عارف تعمل نقلتين بوم طويل. طيب، لعيبة الطويل المفروض تعمل إيه؟ طبيعي. تروح تطلع بسرعة. لا، واقفين مكانهم. فانا بقول لك عشان كده، لو اشتغلت، لو المسافات مش قريبه والمساحات قريبه، هتبقى عندك مشكله كبيره جدا في التحولات. طب امير، ايه اللي ينقص الجيل الحالي؟ خد بالك، الجيل الحالي لسه يعني نقدر نقول فريق بيكتمل من يناير اللي فات، لان طبعا انت عارف الصعوبات اللي كانت بيمر بيها نادي الزمالك، ظروف غير طبيعيه وغير تقليديه على اي نادي. ورغم ذلك الحقيقه الناس اللي موجوده حاولت تغير من الواقع ده وتجيب صفقات على قد ما تقدر. انت عارف دايما صفقات يناير بتبقى يعني مش بالسهوله زي لا ده في نقطه انت كمان برضو انت المفروض في يناير انت بتعمل، اي نادي في العالم بيعمل كام صفقه؟ 2 3 4 انت عملت 10 11 ليه؟ عشان انت كان عندك موضوع لا ده انت 11 بمدرب بالظبط. فعشان كده انت موضوع كده طبيعي في العالم. انت ممكن مثلا من الفرق القليله في العالم اللي عملت 10 لعيبه، دي ما بتحصلش. ما تكلمنيش على الفرق الطبيعيه في العالم. اه، ما انا بقول دايما حالتنا مختلفه. ما انا بقول لك، انت بتقول ايه اللي ينقص. انا شايف وجهه نظري، الزمالك في حاجه بتبقى كويسه، ممكن في اصعب الظروف بتكسب بطوله. يعني دي ما بتحصلش. يعني في فرق كتير مثلا في أسوأ ظروف ممكن بتبقى بتتمنى اللي هي مثلا توصل نهائي. لكن انت النهارده في الظروف اللي انت اتكلمت فيها دي، ومنع قيد ومدرب جديد، وبرضه انت كنت بادئ البطوله بشكل مش قد كده، وفي الدوري كان حصل تعثرات، وفي الاول والاخر توصل نهائي. انا شايف لو ربنا كرم نادي الزمالك في بطوله زي دي، هتفرق مواسم. مش هقول لك بقى الموسم ده، لا، هتفرق معاك مواسم جديد. انت خلي بالك، مهم جدا الناس تعرف، اي لعيب او اي مدرب جديد بيخش على فرقه بتبدا السنه بتاعتك ببطوله، بتفرق معاك كتير جدا. بتفرق بقى غير ما انت تخش بمدرب جديد ولعيب جديد بيخش باخفاق، فده بيسرب لده، فده بيشد ده. لكن انت النهارده ما تكسب بطوله، انا شايف الموضوع هيفرق مع اللعيبه كمان اللي جايه جديده، وهتفرق مع المدرب. يعني مهما الناس انتقدت مدير فني، كرة بقى مش حلوة، تغييرات مش تغييرات، البطولة
بتبقى احد الاسباب اللي بتبقى في استقرار في موضوع المدير الفني في علاقته مع الجمهور. فانا شايف، شوف انت بقى الفتره اللي فاتت الناس وجوميز ومش عارفين وبتاع، خد البطوله، الناس دي كلها عملت ايه؟ نسيت اللي فات، وهيبدا يقول لك لا ده خد بطوله وهتصبر عليه والناس هتبلع له. هي دي الكوره. فانا شايف ان البطوله زي دي هتفرق جدا مع اللعيبه ومع الاداره ومع الجمهور ومع كل حاجه، اللي انت برضو في الظروف اللي حصلت انت كسبت، ان شاء الله ربنا يكرمك تكسب بطوله تقدر تبني عليها. بالظبط كده، تسهل لك العلاقه بينك وبين الجماهير والانسجام والثقه كتير جدا. ميرو، مين اللعيبه اللي كان في الجيل اللي كانت انت كنت موجود فيها 2019 كنت تتمنى ان يبقى مثلا موجودين دلوقتي او يفرقوا بشكل كبير جدا مع فريق الزمالك؟ والله بص، انا يعني هم كلهم انا بحبهم جدا، خلي بالك من احسن الاجيال. خلي بالك انا اكلمك بصراحه، كوره بقى لها 5 6 سنين. انت زمان معلش انت برضو ما لعبت كوره، مش عايز اظلم الناس كلها، بس كانت الشخصيات كانت بتبقى اهدى في حاجات كتير جدا. بقى مع تغيير الزمن وعلى السوشيال ميديا وبتاع، انت زمان المدرب يعني صعب جدا كنت تلاقي في الفرقه مثلا واحد مش ماشي على نظام الفرقه. انا مش عايز يعني ايه، بس كان يعني الدنيا اختلفت. الجيل اللي احنا كنا معاه في 2019 صدقني 90% منهم زي الناس بتاعت زمان، اللي هي الهدوء الادب، باستثناء ممكن كل فرقه بيبقى فيها واحد او اتنين مركزين في شغلهم. بالظبط، لكن كلهم كانوا ناس كويسه جدا ولاعيبه كويسه جدا. لكن انا بص، انا 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 اللي اتمناه او كنت اتمناه اللي هو يبقى ليه دور بصراحه محمود علاء. يعني انا هقول لك الطبيعي، انا هقول لك طارق حامد وبتاع، انا عايز اكلمك على واحد موجود دلوقتي في الجيل ده وما بياخدش فرصه او ممكن الدنيا مش ماشيه معاه بشكل كويس. يعني انت خلي بالك محمد ابراهيم، محمد ابراهيم كنت اتمنى، وفرجاني ساسي وحمدي النجاس وبن شرقي. بص لا بن شرقي ما كانش معانا، كان وزيزو، بص كلهم بقولك. لكن انا عايز اختص بالذات محمود علاء. على فكره انا معاك في محمود علاء، محمود علاء لعيب مميز جدا جدا وظلم بشكل كبير. بص يا اختي ولا لا، انا ما بعرفش يعني، انا في الاول والاخر انا كنت مدرب ومشيت، فما بعرفش يعني في الاول والاخر انا هقول يعني انا لو مدرب دلوقتي مش هقدر اقول لك لعيب بشكل معين. بالعكس انت عاشرته. بالظبط. وما لكش مصلحه. لعيب كويس. هو محمود بالنسبه لي لعيب كويس وعنده شخصيه في الملعب، وانا في اعتقادي اللي برضو مش عايز هو ممكن حصل بعض المناوشات او الناس زعلت منه او كل حاجه، لكن انا بقول لك ما تبحش لعيب يعني. بالظبط كده. انا بقولها لك، محمود علاء لو بكامل الفورمه بتاعته يفرق. خلي بالك القصه مش قصه بقى ان انا مدافع وبطلع الكوره وبتاع، لا لا لا، قلب وقفه، قلب وعنده شخصيه عنده شخصيه وصفه القائد. انت في وقت من الاوقات يا كابتن ابو علاء انا ممكن اكون بلعب جنبك بس حاسس اللي جنبي قائد فهيوجهني صح واشتغل، وعارف اللي جنبي واحد تقيل. تفرق بقى لو انا لا عندي خبرات ولا انت عندك خبرات، فالدنيا تبقى ايه، تبقى سداح مدى. انا شايف ان محمود علاء مش عايز اقول ظلم او اتظلم او القصه دي كلها، بس لعيب انا في اعتقادي لو بيشارك وبياخد وبيتعامل نفسيا كويس صح. صدقني والله العظيم سهل جدا اللي يفرق مع الزمالك. عندك حق، لان قصه محمود علاء مش فنيا، قصه محمود علاء ازمه ثقه. ازمه ثقه، هو اتهز ثقته والضغط اللي حصل له وما لقاش في الفتره دي ان هو واقف جنبه مثلا، او الراجل ما يعرفوش بشكل كويس. فبيبقى مهم بقى عندي لعيب كبير ولعيب عنده خبرات متراكمه ان انا اسنده في فتره من الفترات، عشان دي ثقه مهمه جدا. والطبيعي خلي بالك، عايز اقول لك يعني انت الطبيعي، انا اما بتكون انت المصري او في مصريين في البتاع، انت دي دورك اللي انت هو في الاول والاخر الجوميز ممكن ما يكونش بيعرف، ما عرفوش. يعني انا عايز اقول حاجه، احنا مثلا ايامنا مصطفى فتحي وايمن حفني ومدبولي وعنتر، بس انا بالنسبه لي ايمن ومصطفى عندهم رصيد ولعبوا قبل كده، بالذات بقى مصطفى كان ساعتها في التعاون السعودي مدغدغ الدنيا، فاهم؟ فالراجل كان شغال في السعوديه، جروس كان ماسك اهلي جد، فانا شايف، وكان طبعا ابراهيم حسن موجود بيلعب. فانا برضو في الاول والاخر انا مش عشان بحب مصطفى او بحب ايمن او بحب مبول، انا في الاول والاخر انا عارف ده لعيب كويس وده لعيب كويس وده لعيب كويس. فكل شويه كوتش مصطفى ده على فكره وايمن ده على فكره كويسين، ومصطفى يقول لي انا عارف. لو انا سبت مصطفى او ايمن او الناس دي همدت وسلام عليكم، ده اللي بيحصل مع محمود دلوقتي. كان زمان صالح كل سنه وانت طيب. مره في الثانيه مع اللي انت تكلم اللعيب ما تهمتش، ومره والثانيه وتزهق الراجل منك وتيجي تتكلم وبتاع،
تبدا في الاول واخر، عارف انت لو في حاجه معصلجه تبدا ايه تفك تفك بالظبط كده. خاصه الامين ان المركز ده فيه مشكله، انت عندك مشكله. اه طبعا انت عندك مشكله، انت بدليل انت جايب حمزه اللي بيلعب باك رايت بيلعبه وسيد باك والناس كلها بتشيد بيه، انت فاهم قصدي؟ فاتمنى الفتره اللي جايه لمحمود التوفيق. وفي الاول والاخر زي ما قلت لك المكان ده اصلا، عشان تبقى عارف بس اقول لك نقطه بسيطه، المكان ده فيه مشكله في مصر. طب محمود مشي، طب مين اللي ممكن هيعوض وهيجي؟ ما انت شايف هم على قد في مصر، بدليل الحجازي في منتخب ربنا يعني بيعمل عمليه وربنا بيشفيه، ساعات بيستعجلوه بسرعه، والونش كمان والونش عشان ما الحته دي عندك فيها مشكله. طب ما انا في واحد في ايدي، طب اجيبه بقى ويتكلم ونفسيا واتعامل والعب ان شاء الله الامور تظبط. طبعا يمكن عايز تقول كلمه سريعه جدا للجمهور اللي هيحضر الماتش عشان ما يضغطش، او الجمهور حتى على السوشيال ميديا، او الجمهور اللي موجود في التلفزيون ما يستعجلوش في انا مسكتها في اول، انا مسكت الميكروفون حتى استغربوا في برج العرب. ما يروحش مثلا ماتش الساعه كام، 10 بالليل ولا 8 الماتش؟ 8 تقريبا. او ما يشجعوش بقى من 7 او من 6، لا اول لما الماتش يبدا براح، لكن ما تضيعوش سكه من بدري، وربنا يسهل ان شاء الله، وما يستعجلوش وما يضغطوش اللعيبه من اول دقيقه، بهدوء الجون بيجي في اي وقت. امير شرفتني ونورتني يا امير، ربنا يخليك يا كابتن مصر، وسعيد ان انا كنت معاك حبيبي يا امير. طب يمكن كده وقتنا انتهى، ان شاء الله برده مستمرين مع حضراتكم وكلنا ورا فريق الزمالك، ماتش مهم جدا يوم الاحد اللي جاي بالنسبه لنا الاهم الموسم ده. كل التوفيق يا رب لفريق الزمالك، يكون في حالتهم اي 11 هيلعبوا معتمدين عليهم وكلنا في ظهرهم باذن الله. كده وقتنا انتهى، اشوف حضراتكم تاني من خلال برنامجكم زملكاوي، وتصبحوا على خير.